فوز معنوي مهم للأهلي على المصري ومن قبله الاتحاد، الأداء لسه ما تحسنش بس الأهم دلوقتي النتائج. واحدة واحدة والأمور الفنية في الأهلي هتتحسن. المدرب لسه ما لعبش بتشكيل ثابت بسبب الظروف والإصابات وقرار اللعب بالشباب. الشباب بيأدوا والخبرات بيأدوا برضه، بس لسه الأداء مش مرضي وده منطق. الفوز أكيد مهم للأهلي علشان يحافظ على البقية الباقية من أماله في المنافسة. آه صحيح الأمور صعبة طبعا، بس البطل ما يرميش الفوز. يا أهلا بحضراتكم. فوز غالي جدا للأهلي على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد. فوز كان مهم جدا للنادي الأهلي بعد الفوز على الاتحاد، فريق كبير الاتحاد، فريق كبير المصري، وظروف صعبة للأهلي بالتأكيد. غيابات بالجملة، غيابات بشكل إجباري بسبب الإصابات وخلافه، وغيابات يعني طواعية قرار إدارة النادي الأهلي باللعب بالشباب. وبالتالي النهاردة وانت بتتكلم على أداء النادي الأهلي لازم تحط كل ده في اعتباراتك. لا يجوز اللوم بشكل كبير يعني على ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي، وهو تقريبا ما لعبش مباراتين من ساعة ما جه بنفس التشكيل. دايما في تغييرات، دايما في إصابات، دايما في غيابات طول الوقت. وبالتالي الفوز مهم جدا للنادي الأهلي معنويا، فنيا طبعا في نواقص كثيرة. فنيا وعلى مستوى الأداء الممتع تقريبا مش موجود. والفوز النهاردة تأخر، والأداء النهاردة كان ممكن يسوء أكتر، ولولا الهدف اللي سجله رامي ربيعه في الدقيقه 80 وبعده الهدف اللي سجله حسام حسن كانت الامور كانت الاهلي ممكن يخسر او يتعادل على الاقل في هذه المواجهه اللي كان فيها المصري بيلعب كوره كويسه واستحوذ بفترات طويله على الكوره قدام النادي الاهلي. دي المباراه وهنرجع لها تاني وهنتكلم عنها كثيرا. بس واحد من اهم لاعبي الكره المصريه على مدار سنوات طويله، اسم كبير من المواهب النادرة في الكرة المصرية، دايما لما بيلعب مع فريق هو مؤثر. يلعب مع الزمالك مؤثر، يلعب مع المقصة مؤثر، يلعب مع سيراميكا كليوباترا مؤثر. لاعب عنده صفات شخصية كبيرة، والأهم صفات مهارية زي ما قلت لكم نادرة في الكرة المصرية. لاعب كبير، لاعب محترم، النهارده جدد عقده مع سيراميكا كليوباترا، واقصد طبعا النجم محمد ابراهيم جدد تعاقده حتى 2024. ومحمد ابراهيم معايا عبر الهاتف الان. كابتن محمد مليون مبروك التجديد، ودايما رائع ودايما مبدع في الملاعب المصريه. ربنا يخليك يا كريم حبيبي، طبعا بشكرك على المقدمه الجميله دي والله، مش عارف اقول لك ايه. طبعا الحمد لله، يعني الحمد لله. طبعا انا مبسوط مبدئيا ان انا معاك، وان شاء الله شرف ليا دخلت تكون خفيفه على الناس كده. شرف ليا يا كابتن محمد، ودايما انت من اللاعبين اللي بتمتعنا بغض النظر بقى مين بيشجع مين، بس انت لما الواحد يشوفك بتلعب كوره بتلمس الكوره كلنا بنبقى مبسوطين. ودايما نقول محمد ابراهيم حتى هذه اللحظه لسه ما خدش حقه في الكوره المصريه. يا حبيبي ربنا يخليك والله. طبعا الحمد لله رب العالمين، الواحد سعيد طبعا ان انا موجود معاك. وطبعا بشكر كل الناس، بنات سيراميكا استاذ طارق والحاج محمد ابو العنين وكابتن احمد سامي. الناس لما كلموني طبعا ما قدرتش اتاخر عنهم لان انا بقالي سنتين معاهم. ما شفتش منهم غير كله خير، ويعني ان شاء الله بنطمح ان احنا نعمل حاجه كويسه ان شاء الله الموسم اللي جاي باذن الله. دايما مؤثر انت بادائك مع لاعبي سيراميكا كليوباترا، ودايما الشغل الفني بتاعك باين، والاهم من ده كله ان انا بحسك دايما قائد في الملعب وسط زمايلك والاداء بيبقى باين. انت شايف ان سيراميكا كليوباترا فرق معاك اخر سنتين يا كابتن محمد؟ لا طبعا الحمد لله. طبعا معانا طبعا زي ما حضرتك قلت معانا مجموعه من اللعيبه كلها مميزه. اللعيبه كلها بنحاول نساعد بعض، الحمد لله اللعيبه بتحبني جدا، انا بحب كل اللعيبه اللي موجوده. طبعا النادي فرق معايا السنتين اللي فاتوا، كنت موفق جدا الحمد لله ان انا اخترت نادي سيراميكا من سنتين. اتمنى ان شاء الله اكون موفق برضه في السنتين اللي فاضلين لي، وان شاء الله زي ما قلت لك ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه اللي احنا كنا بنسعى له السنتين اللي فاتوا، ان شاء الله نقدر نحققه السنه الجايه باذن الله. طيب تعال نخش في الجد بقى. من الحاجات اللي انا ممكن اقول لك ان انا اتفاجئت النهارده بخبر تجديدك لسيراميكا كليوباترا، وانا كنت متوقع انك هتبقى ورقه مهمه جدا في سوق الانتقالات هذا الموسم، وتصورت انك ممكن تاخد خطوه اخرى غير سيراميكا كليوباترا. ايه اللي حصل في اللحظات الاخيره او في الساعات الاخيره عشان تجدد تعاقدك مع سيراميكا كليوباترا؟ والله بص يا استاذ كريم، انا من عادتي او بحب دايما، بس ما بحبش العب على كل الاطراف، وما بحبش
ان انا ادخل حد عشان حاجه او الكلام ده كله، وطول الوقت بحب اتعامل مع الناس باحترام. وزي ما قلت لك، انا لما الناس كلموني وقعدت معاهم قعدنا تقريبا ربع ساعه، ما كملناش اكتر من ربع ساعه. الموضوع ما خدش وقت طويل يعني، لانه دايما لعيب الكوره لازم يبقى حواليه استقرار، والاستقرار اللي انت تبقى موجود في النادي وعارف انت رايح فين وجاي منين، ما يبقاش طول الوقت حواليك جدل وكده. فانا بحب كده، وبحب دايما اركز في شغلي عشان اطلع احسن حاجه. هايل. فانا خدت الخطوه بناء على كده يعني. طيب، بس ما حسيتش او يعني تجديد لسيراميكا كليوباترا ده مش بمنطق انه سيراميكا يستفيد لو انت اتبعت الفريق اخر، ولا التجديد ده هدفه الاول والاخير هو الاستمرار مع الفريق؟ يعني مفيش ممكن تروح لنادي اخر لو سيراميكا وافق طبعا. بص، هو في الحالات كلها كان كده كده في كل موسم، فلو في الحالات كلها كان اي حاجه هتتم عن طريق سيراميكا كليوباترا. ففي الحالات يعني في اي حاله تجديد او غير تجديد، اي حاجه هتبقى عن طريق النادي يعني. هم اي حد يطلب محمد ابراهيم يروح يتكلم مع النادي، لان كان فاضل لي موسم في عقدي. بس انت انت لاعب محترف وفاهم، فاضل لك سنه في عقدك غير فاضل لك ثلاث سنين في عقدك، السعر بيختلف في كل الاحوال. انا فاضل لي سنتين. هي الفكره مش في كده، الفكره لو انت لو النادي حابب محمد يكون موجود معاه هيروح يتفاوض ويخلص اللعيب يعني. فانت كلاعب انت لازم تدور على استقرارك برضه، زي ما الانديه بتدور على استقرارها، انت لازم تدور على استقرارك. صح. انا بدور على استقرارك، بدور ان انا طول الوقت في الملعب اكون بحسن، بعمل احسن حاجه. واحنا لسه فاضلين اربع ماتشات الموسم ده، واربع ماتشات مش سهلين. فالناس لما دوروا على الاستقرار ما قدرتش ان انا اكون يعني جزء من اللي انا ممكن ابوظ لهم استقرار الفريق. فما قدرتش اتاخر عن طلبهم يعني. هايل. الصحفي المحترم استاذ احمد جلال كان معايا ضيف من كام يوم كده، وقال لي انه انت مطلوب في النادي الاهلي والنادي الاهلي بيتفاوض على ضمك، الكلام ده مظبوط؟ حد اتكلم معاك؟ حد اتكلم مع النادي؟ بص، انا كمحمد كلام حصل معايا انا، لا ممكن كلام وكلاء الكلام ده كله، لكن حاجه شخصيه رسمي انا معايا لا، ما حصلش اي حاجه من الكلام ده. بس اتكلموا او وكلاء اتكلموا معاك؟ بعض الوكلاء اتكلموا معايا على عرض للنادي الاهلي. بعض الوكلاء، لكن حاجه رسمي من حد من داخل النادي الاهلي حاجه رسمي لا، ما حصلش اي حاجه من الكلام ده. عظيم جدا. سؤالي اللي جاي ليك يخص نادي الزمالك وهو يقترب من الفوز بالدوري الممتاز، تقول ايه لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك في الوقت ده؟ طبعا ببارك لهم، طبعا جالهم مدرب كبير عمل فارق كبير قوي في الفريق. الفريق ما شاء الله ماشي بمستوى اكتر من يعني ثابت ومميز ماتش عن ماتش. اتمنى لهم التوفيق طبعا، وبارك لهم طبعا. هو لسه فاضل، لسه الدوري ما خلصش، لكن ان شاء الله نبارك لهم في نهايه الموسم على الدوري. هم يستاهلوا الدوري فعلا، هم اكتر فرقه متكامله دلوقتي واكتر فرقه بتأدي في كل الماتشات. فان شاء الله على نهايه الموسم كده نبارك لهم باذن الله. بصراحه شديده كده، بصراحه شديده، معلش انا اسف بس صوتي عشان عندي برد والله شديد، فصوتي معلش. الف مليون سلامه يا كابتن محمد، الف مليون سلامه. مشتاق عليك اسالك اخر سؤال ويخص منتخب مصر. انت كان حظك وحش مع منتخب مصر الاول في الفترات الاخيره، رغم تالقك بصراحه وتالقك وابداعك على مدار 3 او 4 او 5 سنين كمان في اخر السنوات، وكان دايما حظك وحش مع منتخب مصر، متفائل مع فيتوريا انك ترجع وتشارك مع منتخب مصر واحد من اللاعبين الكبار؟ والله يا استاذ كريم، انا دايما طول الوقت انا بركز ان انا اعمل احسن حاجه عندي. ممكن وقت في بعض الاوقات ما يكونش لك نصيب او ما يكونش لك حظ او بيكون وجهه نظر، لكن انا كلاعب كوره لازم طول الوقت ان انا اعمل احسن حاجه عشان خاطر فرقتي. ولو ربنا كرمني وبقيت موجود، الواحد بيبقى شرف لاي حد لو كان موجود في منتخب مصر. اسم منتخب مصر يعليك دلوقتي وبعدين يعني، وانت بتلعب حتى بعد ما تبطل. اتمنى اكون موجود، لكن لازم اشتغل واتعب عشان ابقى موجود باذن الله. هل انت حسيت بالتقصير الشخصي في اي لحظه من اللحظات؟ ممكن تقصير قبل كده، تقصير اللي هو التفكير يعني، ممكن اكون فكرت قبل كده غلط. ولكن الحمد لله الواحد قدر يعني يصلح ده بعد كده، لكن قبل كده كان ممكن تفكير السن وكده وعامل السن كان ممكن بفكر بطريقه مش هي الصح او مش هي الطريقه اللي تناسبني كانت في الوقت ساعتها. ولكن الحمد لله الواحد قدر اللي هو يتعلم من اخطاء الماضي في السنين اللي فاتت يعني. صحيح. كابتن محمد ابراهيم نجم نادي سيراميكا كليوباترا، واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في الكره المصريه منذ سنوات، مش السنه دي بس، منذ سنوات. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وبهنيك على التجديد لسيراميكا كليوباترا حتى 2024. كل التوفيق في خطواتك اللي جايه. قدم تحيه لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، واحد من ابناء نادي الزمالك قال كمان انه في اتصالات من وكلاء كانوا بيتكلموا معاه على الانتقال للنادي الاهلي، ولكن دون مفاوضات رسميه من النادي الاهلي، وتحدث انه يحب الاستقرار وبالتالي
توقع مع نادي سيراميكا كليوباترا عشان يستمر مع الفريق اللي كان سبب انه يرجع لمستواه في اخر عامين؟ لاعب كبير ولاعب محترم. حلو محمد ابراهيم، اللعيبه الحريفه دايما الواحد كده يعني بيدور عليهم بصعوبه في الكره المصريه، لسه عنده المهاره وعنده الشخصيه، لاعب كبير ومهم طبعا. النهارده في السوبر الاوروبي ريال مدريد بيفوز على انتراخت فرانكفورت 2-0 في كاس السوبر الاوروبي، ويفوز بكاس السوبر الاوروبي، هدف اول لديفيد الابا في الدقيقه 37، وهدف ثاني معتاد للهداف الكبير كريم بنزيما في الدقيقه 65. هدف كانت حلوه، سواء هدف ديفيد الابا او كريم بنزيما، هدف كبير والبطوله اهي. وريال مدريد تساوى مع برشلونه واي سي ميلان في عدد الفوز بالبطولات بكاس السوبر الاوروبي. ريال مدريد ما عملش يعني تدعيمات كبيره قوي، بس يعني عنده لعيبه كبيره جدا. روديجر طبعا ابرز اللاعبين اللي انضموا لريال مدريد، شواميني الفرنسي برضو من اللعيبه المهمه اللي انضموا لريال مدريد، بس شواميني وروديجر ما بداوش المباراه النهارده، بس اكيد ريال مدريد هيستفيد منهم في الفترات اللي جايه. النهارده اتحاد الكره المصري قدم البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني البرازيلي الجديد لمنتخب مصر الاولمبي، تحدث في كثير من الامور ورد على كل الاسئله ومعظم الاسئله. تعالوا نشوف جزء من هذا المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل كلام. طبعا برحب بمستر روجيريو اللي احنا سعداء بوجوده معانا النهارده، وان هو هيقود المنتخب الاولمبي الفتره اللي جايه. بحثنا وشفنا مين افضل المدربين اللي ممكن يكونوا موجودين الفتره اللي جايه ويكونوا الانسب للمنتخب الاولمبي، ويمكن كنا حطينا يمكن 5 أو 6 سيفيهات باسماء مدربين. كنا شايفين ان احنا المدربين ديت كل واحد قادر ان هو يقود السفينه الفتره اللي جايه. اتحطت السيفيهات ديت قدام مجلس الاداره، وزي ما قال الاستاذ خالد بالاجماع تم اختيار مستر ميكالي ان هو يبقى موجود الفتره اللي جايه، وده انا شايف يعني من وجهه نظري ان هو اختيار موفق. مستر ميكالي من المدربين اصحاب الانجازات الكبيره، اصحاب الخبرات الكبيره، خصوصا في المرحله السنيه دي، فضيه في 2015 نهائي كاس العالم، ذهبيه الاولمبياد 2016، غير معرفته برضه بالكرة العربية من خلال شغله في السعودية والإمارات. فشفنا إن هو اللي ممكن يكون أملنا الفترة اللي جاية، هو الأنسب إن يكون موجود مع المنتخب الأولمبي الفترة اللي جاية. وعايز أقول إن المفاوضات برضه، عشان ده موضوع مهم جدا، المفاوضات مع مستر ميكالي يمكن ما خدتش وقت كبير، كانت الدنيا يعني سهلة إلى أبعد الحدود. اللي ساعدنا إن هو كان عايز، هو عارف قيمة مصر واسم مصر وكان عايز، فكانت المفاوضات يمكن عن طريق الايجنت مستر زيلر، اللي يعني بصراحة حد محترم جدا، وحسيت ان هم فعلا محتاجين وبيسهلوا الموضوع. في نفس الوقت اللي احنا برضو حسينا الفترة الأخيرة ان هو الأنسب، وبالتالي الأمور مشيت، والتطلعات بالنسبة لنا كبيرة بالنسبة للمنتخب الأولمبي. الفكرة مش فكرة عقد لمدة 2 وهينتهي، لا، احنا شايفين ان احنا مكانتنا ان احنا نبقى موجودين في الاولمبياد وننافس كمان في الاولمبياد على ميداليا. وده يمكن الكلام اللي انا اتكلمته مع مستر ميكالي وهو مقتنع بيه جدا، وقال ان احنا هنشتغل من اول يوم على الموضوع ده. مبوا تاردي، مساء الخير للجميع. É um prazer estar aqui. شرف لي ان اكون موجود بين حضراتكم. كومبليمنتار او nosso vice-presidente. عاوز اشكر الجميع واشكر نائب رئيس الاتحاد الكوره. Todos os membros do conselho. كل الاعضاء مجلس الاداره ومجلس الاتحاد الكوره. Todos os presentes. كل الحضور. Que são muitos. حضراتكم كتير ما شاء الله. Muito semelhante ao Brasil. شبيه جدا بالمؤتمرات الصحفيه المتعلقه بهذا الموضوع زي البرازيل تماما. Isso me faz sentir em casa. وده بيحسسني ان انا في بيتي. Com a grande responsabilidade que é وفي مسؤولية فعلا كبيرة وقع عليا fazer futebol para povo apaixonado. ونعمل كرة قدم حقيقية بشغف وبقوة. Quero dizer que me sinto imensamente feliz de poder participar desse projeto. حاسس بسعادة كبيرة جدا وشرف كبير جدا لأن أكون أحد المشتركين في هذا المشروع.
Eu e minha comissão técnica nós vamos nos doar o máximo. والأعضاء الجهاز الفني اللي معايا هنعمل كل المجهود ونبذل كل اللي في وسعنا. Para aquilo que nós fizemos no Brasil pela primeira vez e em seguida pela segunda vez consecutiva. علشان نعمل ونحقق نفس اللي عملناه في البرازيل لأول مرة من فترة طويلة جدا نحققه هنا بإذن الله. Queremos isso para o Egito. عاوزين نحقق هذا المشروع لمصر إن شاء الله في القدام في المستقبل. Por isso, quando o meu agente me falou dessa possibilidade, eu não hesitei em nenhum momento de falar, é isso que eu quero. ما كانش في أي شك خالص في قبول المهمة وأنا قلت له أن أيوة أنا أقبل التحدي هذا. E vou trabalhar muito. هنشتغل كتير جدا. Com jogadores. مع اللاعبين. Com torcedor. مع الجمهور. Com a imprensa. مع الإعلام. Todos juntos. كلنا مع بعض إيد واحدة. Muito forte mentalmente, que é necessário. مهم جدا نكون أقوياء كده ذهنيا ونشتغل بشكل جدي. Volto a dizer, mentalmente é necessário. وأرجع تاني وأقرر حتة القوة الذهنية دي مهمة جدا يقصد التركيز. Para que possamos alcançar coisas grandes. علشان نقدر نعمل ونحقق شيء كبير. E eu tenho convicção que nós podemos. وأنا عندي ثقة كبيرة جدا إن إحنا نقدر ونستطيع نحقق هذا. شكرا جزيلا. مدرب ناجح ومدرب قدر يكسب مع البرازيل لأول مرة أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 إن شاء الله كل التوفيق ليه مع منتخبنا الأولمبي بإذن الله يعمل إنجازات ويعمل أداء رائع والأهم من كل ده نطلع لنا جيل محترم للمنتخب الأول كل التوفيق بكل تأكيد. طيب النهاردة مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الجديد خلفا للكابتن عصام عبد الفتاح قال تصريحات مهمة جدا للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم تعالوا نشوفها ونرجع نتناقش فيها. كلاتنبرج قال مهام عملي تتمثل في تطوير التحكيم وكذلك الفار من خبراتي التي اكتسبتها حول العالم مع بعض التوجيهات والنصائح البسيطة التي أسعى لمنحها للحكام لتجعلهم أفضل. شاهدت مباريات الشهر الأخير في مصر الأداء كان جيد. مدرب ناجح ومدرب قدر يكسب مع البرازيل لأول مرة أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 إن شاء الله كل التوفيق ليه مع منتخبنا الأولمبي بإذن الله يعمل إنجازات ويعمل أداء رائع والأهم من كل ده نطلع لنا جيل محترم للمنتخب الأول كل التوفيق بكل تأكيد. طيب النهاردة مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الجديد خلفا للكابتن عصام عبد الفتاح قال تصريحات مهمة جدا للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم تعالوا نشوفها ونرجع نتناقش فيها. كلاتنبرج قال مهام عملي تتمثل في تطوير التحكيم وكذلك الفار من خبراتي التي اكتسبتها حول العالم مع بعض التوجيهات والنصائح البسيطة التي أسعى لمنحها للحكام لتجعلهم أفضل. شاهدت مباريات الشهر الأخير في مصر الأداء كان جيد جدا لكن بالطبع هناك حاجة للتطور خاصة بين الحكام والفار والعلاقة بينهما في بعض الأحيان تحدث أزمة أو يأخذ القرار وقتا طويلا جدا علينا أن نحسن ذلك لكن هذا الأمر يمثل مشكلة في العالم كله وليس فقط في مصر. المشكلة المرتبطة بالعلاقة بين الحكام والفار هي أول شيء سأسعى لتطويره سأعمل بجد مع الحكام على الصعيد الفردي وكذلك على الصعيد الجماعي لن أقبل بالأخطاء ولن أقبل بالأداء الضعيف علينا أن نكون واثقين من أننا الحكام الأفضل في قراراتنا. نحتاج إلى بناء هيكلة تتماشى مع منهج فيفا وكيفية بناء أنظمة التحكيم من المهم أن يكون لدينا مسؤولين متخصصين للفار للدور وعلينا أن نختار الأشخاص المناسبين. الدوري عفوا. سأستمع إلى الأندية وسأستمع إلى الجميع لأننا في مصر لدينا الكثير من الآراء لدي رؤيتي الخاصة التي سأعرضها خلال الأسابيع المقبلة سأعمل بجد كل يوم وأؤمن بأننا سنرى بعض النتائج في القريب العاجل. من الآراء لدي رؤيتي الخاصة التي سأعرضها خلال الأسابيع المقبلة سأعمل بجد كل يوم وأؤمن بأننا سنرى بعض النتائج في القريب العاجل. من المهم أن أستمع إلى جميع الأندية أنا هنا لكي يشعر كل نادي بأنه يمتلك كامل دعمي سأمنحهم كامل الدعم وأعتقد مع هذا الدعم ومع دعم الجميع نستطيع أن نجعل التحكيم أفضل.
ما زال لدي دور في اليونان. مسؤولو الدوري اليوناني طلبوا مني أن أساعدهم لتقديم منظومة تحكيم محترفة بفضل خبرتي السابقة في بريمير ليج. قدمت لهم خبراتي، لكن لديهم الآن رئيس جديد لمنظومة التحكيم ولديهم فريق جديد سيقوم بالعمل بالكامل. أنا هنا في القاهرة وسأقيم في القاهرة، لكنني سأقوم بمساعدة مسؤولي الدوري اليوناني فقط عبر تقديم النصائح، لأن هذا هو ما يحتاجونه الآن. لكن بالنسبة لي الوظيفة الأهم الآن تتمثل في تطوير الحكام المصريين. معظم حديثه عن تطوير التحكيم، وقال أنه عارف وحاسس أنه هيبقى فيه تطوير في القريب العاجل. حلو الكلام. قال أنه أداء التحكيم الفترة اللي فاتت كان جيد جدا، ولكن في بعض الأخطاء لها علاقة بالحكام في الملعب والفار، وانا اتفق معاه. خد بالك احنا معظم اخطائنا هي ليها علاقه بالتواصل بين اللي موجودين على الفار واللي موجودين في الارض الملعب. الامور سهله، كل حاجه ينفع تتعدل، كل حاجه ينفع تتصلح. نسمع الصوت ونصدقه في حته عند الحكم المصري هي حته حلوه بصراحه، بس محتاجه كنترول شويه، تحكم شويه. ايه هي؟ انا الحكم المصري، أنا حكم كبير، أنا حكم محترم، مش كل الناس تديني نصايح. أنا أعرف أشتغل، أنا ليا سمعتي في القارة الأفريقية، فأنا عايز بس حكامنا يسمعوا الراجل، حتى لو أنت عندك 90% من المعلومات والتطور، مفيش مانع إنك تزود 10% كمان، نساعد بعض عشان نبقى كلنا ناجحين وكلنا ماشيين بمنظومة تحكيمية عادلة للجميع الفترة اللي جاية. اتحاد الكرة المصري بعت استعجال للفيفا عشان يبعتوا الفيفا يبعت حيثيات قراراته في أزمة مباراة منتخب مصر والسنغال الأخيرة في تصفيات كأس العالم 2022، خاصه أن الفيفا لم يرد على طلب اتحاد الكرة حتى هذه اللحظة. اتحاد الكرة أو مصدر في اتحاد الكرة قال لنا أن الفيفا لم يرسل أي حيثيات، وإحنا جاهزين للتصعيد لو ما بعتش الحيثيات دي الفترة اللي جاية. كده كده مش هيحصل حاجة كبيرة يعني. ماشي. روي فيتوريا هيزور، روي فيتوريا مدرب منتخبنا الأول هيزور الزمالك والأهلي يومي الخميس والجمعة المقبلين. هيقعد طبعا مع فيريرا وهيقعد كمان مع سواريش يتكلم معاهم عن خطته الفترة اللي جاية لمنتخب مصر ولاعبي النادي الأهلي ولاعبي نادي الزمالك. راجل نشط جدا من أول لحظة بيشتغل في كل الاتجاهات. من ناحية تانية الراجل الناجح جدا الرائع جدا جوزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، مسؤولي نادي الزمالك بدأوا فعليا مفاوضات معاه عشان يجدد تعاقده حتى موسم 2025. خطوة رائعة، خطوة عظيمة. صحيح العمر بيتقدم بفيريرا، بس اهو ادينا شايفين رائع ومميز وافضل مدرب موجود حاليا في الكرة المصرية. واللي عمله مع نادي الزمالك بصراحة ما يعملوش الا جوزفالدو فيريرا، ولو الزمالك قدر ونجح انه يجدد لفيريرا 3 سنين جايين هتبقى خطوة عظيمة ومهمة جدا. محمود علاء تلقى عرض من نادي الفيحاء السعودي، بس محمود علاء بينتظر أكتر من عرض آخر بالدوري السعودي. هو عموما عنده ميل للرحيل، عن نادي الزمالك، خصوصا أنه ما بيشاركش أو مش في حسابات فيريرا في الفترات الماضية، فهو ميال أنه يرحل لو جاله عرض مناسب ولو جاله عرض يوافق عليه نادي الزمالك. نروح للنادي الأهلي، ومصدر بالنادي الأهلي قال لنا أن محمد مجدي أفشة من اللعيبة اللي مفيش نية أبدا لبيعها. كان في كلام كتير عن عروض لمحمد مجدي أفشة، ولكن المصدر قال لنا أنه مفيش أي نية لبيع محمد مجدي أفشة. ده مع النفي أنه يكون جاله أي عروض شفهية أو رسمية الفترة الأخيرة، يعني أصلا مفيش عروض. وإحنا من حيث المبدأ الكلام على لسان النادي الأهلي أصلا مش عايزين نبيع محمد مجدي أفشة. طيب النهارده كان في كلام وتفاصيل كثيره جدا جدا عن دوري السوبر الافريقي. باتريس موتسيبي اعلن على كثير من التفاصيل. باتريس موتسيبي رئيس الكاف اعلن عن كثير من الامور في هذا المؤتمر اللي اعلن فيه اطلاق دوري السوبر الافريقي. تعالوا نشوف. باتريس موتسيبي، محمود علاء تلقى عرض من نادي الفيحاء السعودي، بس محمود علاء بينتظر أكتر من عرض آخر بالدوري السعودي. هو عموما عنده ميل للرحيل،
لرحيل عن نادي الزمالك، خصوصا انه ما بيشاركش او مش في حسابات فيريرا في الفترات الماضيه، فهو ميال انه يرحل لو جاله عرض مناسب ولو جاله عرض يوافق عليه نادي الزمالك. نروح للنادي الاهلي، ومصدر بالنادي الاهلي قال لنا ان محمد مجدي قفشه من اللعيبه اللي ما فيش نيه ابدا لبيعها. كان في كلام كتير عن عروض لمحمد مجدي قفشه، ولكن المصدر قال لنا انه ما فيش اي نيه لبيع محمد مجدي قفشه، ده مع النفي انه يكون جاله اي عروض شفهيه او رسميه الفتره الاخيره. يعني اصلا ما فيش عروض، واحنا من حيث المبدا الكلام على لسان النادي الاهلي اصلا مش عايزين نبيع محمد مجدي قفشه. طيب النهارده كان في كلام وتفاصيل كثيره جدا عن دوري السوبر الافريقي. باتريس موتسيبي اعلن على كثير من التفاصيل. باتريس موتسيبي رئيس الكاف اعلن عن كثير من الامور في هذا المؤتمر اللي اعلن فيه اطلاق دوري السوبر الافريقي. تعالوا نشوف. باتريس موتسيبي اعلن اليوم رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم اطلاق بطولة دوري السوبر الافريقي بداية من اغسطس 2023 على ان يبدا التجهيز للبطولة من الشهر المقبل. قال موتسيبي ان كل فريق سيشارك في البطولة سيحصل على $1,000,000 على ان يبلغ مجموع الجوائز $100,000,000، يحصل الفائز بالبطولة على 11 مليون. ارقام ضخمة جدا. البطولة بتضم 24 فريق وفقا لتصنيف الأندية في كاف، ويتم تقسيمهم على 3 مجموعات، كل مجموعة تضم 8 فرق وفقا للتوزيع الجغرافي للقارة، مجموعة شمال أفريقيا، مجموعة غرب ووسط أفريقيا، مجموعة شرق وجنوب أفريقيا. بس أشرح لكم الجزئية دي قبل ما نكمل. يعني 8 فرق اللي موجودين في شمال أفريقيا هيبقوا مين على سبيل المثال؟ مين 8 فرق اللي هيتنافسوا؟ عشان حضرتك تبقى فاهم. يعني مثلا الأهلي والزمالك من مصر، مثلا الترجي التونسي والنجم الساحلي من تونس، الرجاء والوداد من المغرب مثلا، وتشوف فرق من ليبيا، أهلي طرابلس مثلا، الاتحاد الليبي. فانت وطبعا انت نسينا الجزائر، نسينا الجزائر، انت عندك كمان فاق سطيف في الجزائر، عندك شباب بوليسداد في الجزائر، عندك اتحاد العاصمه في الجزائر، عندك فرق كبيره ايضا. فانت تتكلم في مجموعه لوحدها، مجموعه ناريه. تعالوا نكمل. البطولة هتبدأ في أغسطس 2023 وتنتهي في مايو، وتقام المباريات في دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب، أي أن كل فريق سيخوض 14 مباراة في دور المجموعات. تتأهل أول 5 فرق من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل صاحب مركز السادس من بين 3 مجموعات للمنافسة من دور 16. تخوض الفرق الثمانية التي لم تتأهل إلى دور 16 دوري جديد خاص بها للبقاء في الموسم التالي من المسابقة، ويهبط آخر فريقين لكأس أبطال أفريقيا بداية من دور 16 وحتى النهاية. تقام جميع المباريات بنظام الذهاب والإياب. يقام النهائي من مباراة واحدة وصفها كافي فيديو تقديم البطولة بسوبر بول أفريقيا. يصبح إجمالي مباريات البطولة بدءا من دور المجموعات وحتى النهائي 197 مباراة، والفريق الذي سيصل إلى النهائي سيشارك في 21 مباراة. يا إرهاق تعبنا إرهاق. طيب عموما تعالوا نروح نشوف تقرير عن حفل تكريم للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في المركز الأولمبي بالمعادي لبعثة المنتخب المصري للسباحة بعد تصدر الترتيب العام والتتويج بكأس البطولة العربية للسباحة في نسختها الخامسة. تعالوا نشوف التقرير وبعد كده نستقبل ضيفنا الكبير الكابتن الكبير كابتن محمد صلاح المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك. خليكم معنا. أنا طبعاً برحب بيكم الإعلام المصري، برحب بيكم فين؟ في مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي. النهاردة كان يعني تكريم عزيز إلى القلب، تكريم ولادنا وشبابنا، تكريم يعني ولاد مصر في السباحة، الاتحاد المصري مجلس إدارة المهندس ياسر إدريس، الاتحاد المصري للسباحة بنكرم ولادنا في البطولة العربية. البطولة العربية أقيمت في وهران بعد يعني مباشرة بطولة البحر المتوسط، ولادنا أو كانوا مشاركين في بطولة العالم كانت متزامنة في نفس التوقيت، فكان صعب مشاركتهم في البحر المتوسط، لكن هم شاركوا في البطولة العربية. الحمد لله أرقامهم ونتائجهم
يعني دبل سكور عن ما بعدهما في التصنيف وفي المسابقات. بأشرف كوزير الشباب والرياضة النهاردة مع المهندس ياسر الدريس إن احنا نكرمهم، وبصفة خاصة موجود ليجند من السباحة يعني السباحة كابتن فريدة عثمان، اللي دايما بنقول لها يعني انت بتبذلي جهد وانت وزمايلك وبتدرسي وكمان بتتنافسي وبتعسكري وبتيجي تشاركي لبلدك، صورة لكل يعني السباحين والسباحات والرياضيين والرياضيات اللي بيمارسوا، فاحنا النهارده بنقول لها يعني متشكرين وبنحفزها. طبعا في وجود الاهتمام الكبير من مجلس الاداره والمهندس ياسر ادريس، طبعا مش معقول يكون مجلس الاداره هنا النهارده وما نقولوش تعالى شوف اخر يعني معطيات ومنشآت بنكملها في مجلس تدريب مجلس المنتخبات القوميه، مركز المنتخبات القوميه هي حمام سباحه اولمبي موجود، هو في مرحله التجريب مش افتتاح رسمي، لكن اكيد الاتحاد النهارده هيشوف، لان الفندق مع الانديه الصحيه مع الصالات اللي موجوده مع الحاله الجميله اللي عملناها في الحقيقه المركز الاولمبي بالمعادي هتكتمل بوجود حمام السباحه، اصبح يمكن التعسكر ويمكن التدريب مع المنشآت التانية اللي موجودة في مصر اللي هتساعد ولادنا بشكل كبير جدا. الرياضيين هم شباب يهمنا جدا ولائهم وانتمائهم لوطنهم مهما كانت المغريات، واكيد اللي يعني شايفينه هو يعني ما عندهوش درجة يعني حب الوطن ولائه، واكيد احنا كمان ما بقاش زعلانين عليه، لكن دورنا برضو ان احنا ازاي نوعي وازاي من خلال المؤسسات المختلفة الوزارة ومؤسسات المجتمع المختلفة نحن نقول لأولادنا ده وطنك وكمان احنا وراك. انا كنت بكلم دلوقتي كيشو قبل المباراة بتاعته بطمن عليه، بطمن على كمان على أولادنا النهاردة بطولة الشباب أبو 2003 كرة قدم في المملكة العربية السعودية وغيرهم وغيرهم، لأن كل أولادنا تقريبا في معسكرات خارجية برة استعدادا للبطولات، وده تعب كبير جدا وأداء كبير جدا، وكل الشكر والتقدير للمنظومة وزارة شباب ورياضة لجنة أولمبية مصرية اتحادات رياضية، لأن في الآخر المنتج هو ابننا في مصر. احنا بصراحة بطولة العالم احنا عملنا أرقام كويسة جدا، عملت رقم من أفريقيين جداد، فبصراحة فخورة قوي من نفسي بالنتيجة دي بالذات، كان سيزن صعب جدا وبعدين بقى رحنا بطولة العالم، واحنا هدفنا ان احنا نجيب ميداليات على قد ما نقدر عشان نعرف نكسب الكاس البنات وكاس الولايات، والحمد لله حققنا كل ده. كلنا بنتمرن جامد جدا وبنعمل اللي علينا، وطبعا التوفيق ده من عند ربنا، فالحمد لله ربنا كرمنا في اخر البطولات دي. كنت عايز اشكر طبعا دكتور اشرف صبحي على التكريم الجميل، يعني بصراحه التكريم ده للسباح او الرياضي عامه بيكون مهم جدا علشان بيشجعنا وبيكون حافز لينا ان شاء الله للمرحله الجايه نعمل احسن كمان. البطوله العربيه بالجزائر الحقيقه كان تحدي كبير قوي ان احنا نفوز في وسط الجزائر وفي وسط ملعب الجزائر وبكامل طاقتهم، احنا ما كناش بكامل طاقتنا، بس الحمد لله فزنا اول رجال واول سيدات واول ترتيب عام الحمد لله، وسباحة المياه المفتوح خدنا اول وتاني الرجال 5 كيلو واول وتاني سيدات ال 5 كيلو. كان تحدي كبير قوي ان احنا نكسب الحمد لله. الحمد لله فرصه حلوه قوي النهارده ان معالي الوزير بنشكره جدا اشرف صبحي ان هو بيكرم ولادنا عشان البطولة ديت، ونشكر كمان رئيس الاتحاد المصري للسباحة المهندس ياسر إدريس على إتاحة الفرصة للاشتراك في أكتر من بطولة، وإن شاء الله نرفع اسم مصر عاليا وعالم مصر. عندنا بطولات جاية كتير وبكرة أحسن إن شاء الله، عندنا بطولة المجر الشهر الجاي بإذن الله، بطولة الناشئين بالمجر، ادعوا لنا دعواتكم وربنا يسهل نرفع اسم مصر ان شاء الله. بشكر حضراتكم الحضور وتكريمنا من قبل معالي الوزير الاستاذ دكتور اشرف صبحي تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الرياضه والرياضيين في مصر، وده تكريم الدوله لينا، فدي حاجه بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا وبتزيد من اصرارنا وتشجيعنا لرفع اسم مصر في المحافل العربيه والافريقيه ان شاء الله. احنا كمنتخب سباحه مياه مفتوحه احنا الحمد لله في البطوله العربيه في الجزائر في وهران حصلنا على المركز الاول والثاني رجال والمركز الاول والثاني انسات، وكانت بطوله قويه جدا في ظل مشاركه منتخبات شمال افريقيا.
وكانت منافسة قوية جدا 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 من منتخب الجزائري بحكم ان هم كانوا مستضيفين للبطولة، وكانت المساندة الجماهيرية كمان ليهم بشكل كبير قوي. سباحة الماء المفتوحة هي بتختلف كليا وجزئيا عن السباحة القصيرة. احنا عندنا سباقات مختلفة بتبدأ من 5 كيلو 10 كيلو 25 كيلو في بطولات العالم، ودي بتتعمل بتقام يا في انهار يا في بحار يا اما في بحيرات. الأولمبيك جيمز هو سباق واحد بس، سباق العشر كيلو. في ظل اهتمام الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، كان في توجيه عام بالاهتمام بالناشئين. الناشئين دول اللي هم 15 سنة و14 سنة و16 سنة، والحقيقة احنا عملنا خطة طويلة المدى ل 2024 ان السن ده في 2024 في تواجد في اولمبياد باريس هيبقى ان شاء الله تواجد بشكل فعال وشكل قوي، ونعيد تاريخ سباحة الماء المفتوحة في مصر اللي احنا كنا اسياد العالم كله فيها. والله احنا يعني خطوة البطولة العربية دي يعني حسستنا ان احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح، لان البنت الاولى من مصر مواليد 2006 يعني عندها 16 سنة، البنت الثانية مواليد 2007 عندها 15 سنة، فهم قدامهم مستقبل كبير. عندنا البطولة الأفريقية في شهر 8، بعد كده عندنا بطولة عالم للناشئين للمياه المفتوحة دي هتقام في سيشل في شهر 9، فإن شاء الله يبقى لينا فيها تواجد كبير بعدد سباحين كبير، ونتوقع أن احنا نحقق نتائج كويسة بإذن الله مشرفة لمصر. جبت الثالث في 200 حرة و 800 حرة، وجبت الرابع في 200 دولفين. إحساس غريب يعني، مبسوطة قوي، حاجة غريبة، عمري ما حسيت ان انا ممكن اوصل لكده. انا فزت بمركز ثالث في 100 متر صدر وبمركز ثالث في 200 متر صدر. فخورة قوي بنفسي يعني، ما كنتش مصدقة ان هوصل المرحلة دي بسرعة قوي كده. ان هي تبقى فيه يعني اوبستكلز صعبة قوي ان احنا لازم نعدي فيها، بس هنوصل لاحلامنا ان شاء الله. رفعت اسم مصر الحمد لله في بطولة العرب اللي كانت موجودة في الجزائر، أخذت ميدالية ذهبية في بطولة البحر في 5 كيلو، وميدالية ذهبية برضو في الكيلو نص اللي كانت في البول. طبعا ده شرف لينا ان كل واحد فينا يكرم من معالي الوزير، وانه طبعا ده هيبقى حافز لينا ان نحقق حاجات اكتر وميداليات اكتر ونرفع اسم بلدنا اكتر، ان احنا نفضل نكمل في المجهود ده. ده كان كفاح سنين كتيره، انا ما كنتش كويسه في السباحه وانا صغيره، لكن بمجهود كتير الجوده لا تؤتي صدفه، اشتغلت جامد على نفسي في السباحه، اهلي كانوا واقفين ورايا، المدربين كانوا واقفين ورايا، وسافرت بلاد كتير عشان اتعلم واتحسن اكتر في السباحه، وكمان كنت عايزه ادخل روح الرياضي ما بين البنات هنا. انا كنت من اكبر البنات اللي موجوده، عندي 24 سنه، فلما وقفنا جنب بعض وشجعنا بعض بهدف واحد ان احنا نرفع علم مصر، دي الصراحة سببت ان احنا نكسب البطولة. والله حلمنا ان شاء الله ان احنا نحاول نتأهل بنات اكتر في الاولمبيكس اللي جاي وفي بطولات عالم ناشئين وكبار، وان احنا نحاول نحطم ارقام اكتر في مصر، وان بقى جيل الجديد اللي عارف يكسب اكتر واكتر في السباحة. الحمد لله عندنا مثلنا الاعلى فريدة عثمان كانت بطلة عالم، فلينا مثلا ان احنا نحاول نمشي عليها ونتحسن كبنات في مصر في الرياضة. الحمد لله فزنا في البطولة العربية في الجزائر بكاس الذهب الأول سيدات وكاس الأول رجال. الحمد لله أنا خدت ميدالية ذهبية، وربنا وفقني أن أنا أكسر رقم بتاعي الجديد وأعمل رقم جديد في البطولة، والحمد لله يعني كانت النتيجة كويسة. المنافسة ما كانتش أسهل حاجة وكانت صعبة وكان ضغط كبير علينا، بس الحمد لله ربنا كرمنا، وإن شاء الله ربنا يكرمنا أكتر في البطولات اللي جاية. إحنا عندنا بطولة كمان 10 أيام في تونس، البطولة الأفريقية، يعني التارجت بتاعي ان انا ان شاء الله احقق فيها الذهب. انا دخلت بطولة افريقيه قبل كده وحققت الميداليات بس كانت ناشئين، ان شاء الله في البطوله دي نعمل برده مراكز كويسه زي البطوله العربيه. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، ضيف دايما عزيز ودايما رائع جدا، كابتننا الكبير كابتن محمد صلاح، نجم ومدرب نادي الزمالك الأسبق، المدير الفني الحالي لفريق السكة الحديد. يا كابتن صلاح دايما مشرف ودايما منور، وحشني جدا. ربنا يخليك. وانت كمان والله. اخبارك ايه؟ الحمد لله رب. الامور كويسه الحمد لله. ايه رايك في اللي بيعمله الزمالك؟ انا مبسوط. انا ايوه النشوه دي النشوه دي انا مبسوط، انا فرحان على طول. لان عشان ما نرجعش لورا كتير، في كل الظروف دي
دلوقتي الزمالك بيلعب كوره بسلسه ممتعه اللعيبه بتستمتع شوف يعني بيجاهدوا وبيحاربوا مثلا بشرف عشان ياخدوا الدوري لكن تحس ان هو عندهم شخصيه وما عندهمش ضغط ايوه وده جاي من ال الدايره اللي متمثله مثلا من مستشار مرتضى وامير والفريره واللعيبه وشيكابالا فكله مفيش حد طالع بره الدايره دي صح وكله بيحاول يسعد الجماهير اللي بتيجي اللي عامله طفره رائعه وجماليه في المدرج طبعا خد بالك انه واعتقد حضرتك تتفق معايا يعني لو بصينا على الزمالك اول الموسم وسالتك وقتها تفتكر الزمالك هيعمل ايه الموسم ده هتقول لي لا صعب ده لو خد المركز الثاني في الدوري هيبقى هايل الكاس مش هيكسبه طبعا هيخرج من افريقيا بسهوله مش هيعمل اي حاجه يعني الموسم صعب لظروف الزمالك فترتين قيد توقف اصابات لعيبه عايزه تمشي لعيبه مش مركزه مدرب حتى وقتها كان كارتيرون مش في احسن احواله فالحال من حال لحال تماما ما هو ده زي ما بقول لحضرتك كريم الحاله الاولانيه انا شخصيا يعني ده رايي معظم الناس اللجان ومدرب يجي عندا في المجلس اللي مشي وسابوا الزمالك على جنب طبعا كان لازم المفروض يتحاسبوا لما الامور تحسنت وبقت مسارها الصحيح بعد الانتخابات الشرعيه كل الامور تحسنت صح لا مشاكل ماليه لا مستحقات مفيش شكوى خالص من القيد من الاجهاد من الدوري كل 3 ايام اصابات عايز قبل ما اروح لفريرة واكلمك كتير عن فريرة في نقطة كمان مهمة بصراحة في نادي الزمالك مش عايز اقول جديدة بس هي ما بتحصلش على طول فكرة انه الزمالك اكبر من اي حد انه لعيبة كبيرة هتمشي من نادي الزمالك طارق حامد هيمشي مش محمد ابو جبل هيمشي مفيش مشكلة اشرف بن شرقي انت مش هتجدد عادي في حاجة كده يعني انا بشوفها في الزمالك اعتقد ده ليه جزء كبير في اللي بيحصل دلوقتي يا كابتن بس ده ملف المستشار مثلا وامير صح خدوه ادوه للراجل قبل ما يجي او عرفوه ايه الوضع اللي موجود عليه الزمالك دلوقتي واحنا جايين من ايه وكنا متاخرين وعندنا ظروف كذا 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 فاتدرست ومن هنا طلع ان بعض الناشئين اللي اجادوا لان هم ما كانوا موجودين بس لعبوا في كاس الرابطه ومش عارف البطولات ايه في اسوأ حالات الزمالك ايوه فنقدر نقول مش عايزين نقول ضغط عليهم وماتوا لا الراجل ده وامير طلعوا الحاجه الكويسه عند الشباب او الناشئين يعني مع النجوم اللي كانت موجوده مع المحترم بن شرقي ونجم اللي كملوا لغايه الاخر باحترافيه وبعدين شكرا مع السلامه ايوه كل الامور دي عملت روح او حاله من الروح اللي هو الزمالك فوق الكل ايوه غير كل واحد بيبص لنفسه عايز يعمل حاجه لنفسه وسايب الزمالك فدي الفرق بين المرحله الاولانيه والمرحله الثانيه هو كل واحد حر انت حر كلاعب تعمل اللي انت عايزه بس هو انت اكيد مش اكبر من نادي الزمالك واكيد برضو انه الزمالك مش هيوقف على اي لاعب ولا كان واقف على كابتن محمد صلاح واقف على كابتن حسام خلاص المقوله دي يا كريم اتلغت بس اللي انا كان صعبان عليا ايه ان اللجان اللي جايه هي كانت جايه تحمي نادي الزمالك مش تدمر نادي الزمالك اللعيبه اللي مشيت واللعيبه اللي راحت اعاره واللعيبه اللي اتباعت في صيغه ان مفيش فلوس لكن انا لما اجي امسك لجنه عشان افيد نادي الزمالك مش هفيد نفسي ويقولوا لي مفيش فلوس لازم اسيب المكان وامشي فده اللي عطل نادي الزمالك كتير لغايه ما رجعت الانتخابات والمجلس رشح نفسه والمجلس الاعضاء انتخبوا اللي يصلح من هنا بدا المسار الصحيح نتيجته ما شاء الله اللعيبه اللي مشيت من نادي الزمالك تفتكر لو انت مكانهم هيحسوا دلوقتي بندم او زعل عشان لا عشان الزمالك يعني خد كاس وهياخد الدوري ما اعتقدش لان في بعض اللعيبه خلي بالك انا عايز اقول حاجه بس انا من حقي ان انا اخاف على مستقبلي طبعا وابص الماديات لكن لا انكر فضل نادي الزمالك عليا صحيح وانت مشيت من هنا رحت هنا بالمبلغ ده اللي ربنا مقدره لك عشان كنت لعيب في نادي الزمالك الحته دي او المشوار الصغير ده كان مؤلم لجماهير نادي الزمالك ان يبتثق في فلان
وكانت بتشيل وبتهلل وبتفرح بيه، فجأة لا عارف يحدد موقفه مع الزمالك، أصبح الموقف معلق. عيب ان انت تعمل كده في ناس الزمالك، ايا كان مصلحتك نمر واحد اوكي مفيش مشكله، بس قول من فتره بعيده قوي انا مش هجدد، انا مرتبط بنادي، انا مضيت او وقعت في نادي. عمر ما المستشار او المجلس هيقول لك حاجه، ده حقك. مين اكتر لاعب من اللاعبين اللي مشوا زعلت منه؟ غير بن شرقي ونجم، طارق حامد. طارق حامد زعلت منه، كنت اتمنى ان يكمل، كنت اتمنى ان، لان طارق اتعرض عليه مبلغ خيالي على ما اعتقد يعني، وانا حضرت قصته في 2014 انا وسياده المستشار، والمستشار دفع مبلغ كبير قوي من جيبه الخاص، لان كان مفروض اعتقد الزمالك يدفع 7 مليون لسموح، وطارق تنازل عن بعض مستحقاته او فلوسه كان ياخدها من نادي الزمالك التعاقد، فكانت بدايه مبشره ان طارق يبقى في نادي الزمالك، فخد كتير جدا احسن لاعب او احسن وسط ملعب. صح، هو بصراحه لم يقصر مع نادي الزمالك، كان يستحق. بس هي الفتره دي وانا يعني بشفق عليهم، لان كل واحد بيوزنها الماديات واخر سنه او كام سنه في الملاعب، لكن نادي الزمالك ليه حق عليك، لازم تعترف بفضله بعد ربنا وتقول الصراحه انا مش هكمل او هكمل. تمام، بس تفتكر طارق حامد لو حب يرجع تاني للزمالك هيبقى الباب مفتوح؟ ما تعتقدش. ليه؟ اولا مش هيحصل، لان هو مثلا عامل عقد مثلا سنتين ثلاثة، الناس بتنسى، وخاصة ودي الحاجة اللي ما كنتش اتمناها، يعني ان ما حصلش ان حد قال لك في المسيرة الصحيحة اللي ماشي بيها نادي الزمالك، يا لو كان عندنا فلان، يا لو كان موجود فلان، صح، ما حسوش بقى خلاص، فانت ابتدت تخش في مرحله النسيان بالنسبه للجماهير. ودي خطر جدا، خطر جدا على اللاعب ان الجماهير تنساك في وقت كانت بتشجعك وكانت بتشيلك وكانت بتقول لك تعالى، وان ده قد ايه، لانك انت بالجماهير اللعيب بيزيد حوالي 30 40% 50%، صح، فانت فقدت نص النسبه عند ناس كانت دايما ذكرك بالخير. طيب، كان عندي خبر من يومين انه محمد ابو جبل بيحاول يرجع تاني النادي الزمالك، برضه محمد ابو جبل ينفع يرجع ولا لا؟ لا، ما هو مش هو كجون، انا مش بتكلم على الفنيات طبعا، على اللي اتعمل. لا، بدليل المستشار يوم الخميس الساعه 2 اللي هيجي اهلا وسهلا، مش هيجي خلاص والباب اتقفل. كان ممكن اقول لك معلش اسبوع كمان، طب شهر كمان، طب اسبوع كمان، طب اروح اشوف مستقبلي وبعد كده ارجع لك تاني. ما فيش الكلام ده، كلام خاصة انت كان في مره جدال كده ان طارق خد 50 يوم وراح اسبانيا يتعالج، وبعدين قال لك لا ده راح السعوديه وقصه كده. فانا حتى طلعت وقلت واتسالت، اللي اتسال على الاصابه الدكتور مش اللاعب، بالتقرير صح مصاب ولا مش مصاب؟ صح، مصاب يكمل، مش مصاب يتحاسب. مظبوط. طيب، اللي خلى زي ما حضرتك قلت انه الناس ما تحسش بغياب طارق حامد، ما تحسش بغياب لعيبه كتير مشيت، اشرف بن شرقي ونجم حتى ابو جبل، تالق تحديدا اللاعبين الشباب، وبدا الكلام على فكره انه هم كانوا فين دول؟ ما هو برضو الشباب دول، في اللي عنده 22 سنه، في اللي عنده 23 سنه، في اللي عنده 20 سنه، ما هو دول مش شباب قوي يعني، دول المفروض كانوا موجودين في الفريق الاول من بدري. ليه دايما يا كابتن محمد مفيش جرأه في الدفع بالشباب؟ ما انت يعني انت هنا الزمالك اضطر. لا ايوه ماشي، بس ما هو دول كان عندك بس طلعوا في وقت مش كويس. الراجل كارترون ما كانش مركز، هو جاي عند في الاستاذ مرتضى، وانا واثق في الكلام ده وابصم لك على 10. ما كانش جاي في الفتره الثانيه ان يخدم نادي الزمالك، بدليل ان هو لو في الفتره الاولانيه مع مرتضى منصور كان عامل نتائج كويسه. ايه اللي خلاه ما يعملش نتائج كويسه؟ وعنده نفس اللعيبه تقريبا يعني، وعنده بعض الشباب اللي طالعين، اللي هنقول وقتها ما كانش في اي حد من الجماهير عارفهم. فلما لعبوا اتعرفوا، بس هم لعبوا في وقت صح، في اوقات صح، بدل ما هم يشيلوا الفرقه لا، لقوا لعيبه كبيره شالتهم. فالروح جت من هنا يعني، لما شيكابالا يشاور على يوسف نبيه
او حسام يجيله وينط ويشيله ما كانش بتحصل دي قبل كده. صح. شيكابالا نفسه فكره الرضا على فكره انه يبعد على الدكه ما انت في وقت انت لا شايف انا شيكابالا وشايف صغير بيلعب هو اتهم كتير في حاجات انا عشرت شيكابالا غير صحيحه. اولها مثلا لو ما لعبش يزعل عمره اولا هو بيعشق نادي الزمالك وهو كابتن نادي الزمالك فمتحمس مسؤوليه لكن النضج اللي وصل ليه شيكابالا ومش عايز اقول ان شبع فما تفرقش معاه ان يزعل قد ما هو يحب ان نادي الزمالك يكسب. وبعدين يعني انا اسف الناس هنته كتير في الجماهير في بعض الماتشات فسكت معنى ان سكت ما كانش كده الاول. صح. حصل فيه نضج زائد ان امير انا بقول وانا واثق في دي مع فريرة شاركوه في المسؤوليه ان هو كابتن تيم دخلوه المسؤوليه بس مش فني. انا فاهم انت مش مجرد لاعب يعني ايوه انت مسؤول عن نظام الفريق اللعيبه تبقى ملتزمه يعني الحاجات اللي هي بتاعت الكابتن واللي ناس ما تعرفوش ان شيكابالا لو تمشي الساعه 5 يروح نادي الساعه 1 يقعد ويكلم اللعيبه اوضه اللبس يعني اللي هي مهمه جدا في كل فرقه. صح. فبقى هو المسؤول هنا والمسؤول هنا وهم الناس كلها بتحبه حتى الاولاد الصغيرين يعني فبقى الاب الروحي بتاعهم اللي ممكن يحل مشاكلهم فمن هنا حصل الود اللي حضرتك شايفه في الشاشه. صح. اللي جه نتيجه ان الزمالك بيكسب. مين من اكتر اللعيبه الشباب اللي شاركوا مع الزمالك في الفتره الاخيره شايف انه هيبقى مستقبله كبير جدا؟ نيمار. بس انا عايز اقول للناس حاجه جميله جدا نيمار ده عمر ما لعب ناحيه اليمين عشان دي تتحسب للجهاز التطوير اللي حصل في لعبه. خلي بالك انت ما تجيب يعني مثلا لما جم قالوا لي انت تلعب باك ليفت انا قلت بس لقيت الملعب معوج فاعتذرت. لا التطوير بتاع الولد ده لما لعب جه من الشمال في حته وحافظها لعب يمين وادى فيها كويس جدا وبقى نجم وهو اصلا مركزه جناح ايسر. اصلا والمركز اللي فيه دلوقتي اقرب شويه كمان للزاي الايمن ده كمان مش جناح صريح كمان الطريقه كمان بقى خدمته. بعديه يوسف نبيه. بعديه حسام وفي سيف وفي طارق بس لعب يمكن ماتش او ماتشين. فالخمسه دول غير امبارح اسمه ايه الخضري خضير لعيبه تبشر محمد خضري. يعني انا نفسي السنه الجايه باذن الله ان حتى الزمالك لما يجيب لعيبه يبقى دول مشتركين مش عايز اقول بصفه مستمره على قد ما هم متواجدين عشان في فكره مثلا في انديه ثانيه تقول لك نعيره يلعب بره بعدين يرجع لنا ثاني. مهم جدا انت تلعب لكن لو هو ماشي كويس انا اتمنى ان بعضهم او الاربعه او خمسه دول يكملوا مع الناس اللي جايه. هم لعبوا يعني الكلام بتاع الاعاره ده لو هو اصلا ما كانش عارف ياخد فرصه في الفريق الاول بس هو اوريدي خد الفرصه خلاص في الفريق الاول وظهر بشكل كويس انت مش محتاج تقيله عشان تجيب حد احسن منه يا كريم او عنده خبرات او نجوميه يقدر يأدي في البطولات الافريقيه مثلا والدوري والكاس وهو يبقى بديل. هيبقى عندك دكه كويسه جدا طبعا هيبقى سوبر. انا خايف ان انا العب وحش او اهرج اهو هيجي يمسك مكاني. فيبقى في منافسه تفيد نادي الزمالك كمان. ممتاز جدا. طيب بالمناسبه دي هل دلوقتي الزمالك اصبح عايز عدد كبير من اللعيبه ولا عدد قليل؟ لا قليل قليل. مراكز ايه؟ حارس مرمى سيرد باك انا مش عارف المسلوسي قاعد ولا بس انا عايز يقعد في الفتره الاخيره كان ممتاز. اتنين في نص الملعب فرودين او فرود لو سيف قاعد ووينجين بس يعني حوالي 6 أو 7 غير كتير. اول ما كان 12 او 13. لو قلت لك حضرتك دلوقتي قاعد في لجنه فنيه في نادي الزمالك قلت لك الزمالك محتاج حارس مرمى ترشح مين؟ اعرض لي. محمد بسام، شريف اكرامي، محمد صبحي، محمود جاد. صبحي. جاد بره طلع بره خلاص لندن. لسه. صبحي. صبحي او جاد. اوكي. صبحي. هو واحد فيهم. ماشي. في المدافعين. المدافعين بقى انت محتاج انت اللي تختار عشان انا ممكن ما الاقيش. لا هو الاسماء اللي بتتعرض. خلي بالك يعني احمد ايمن منصور رايك فيه؟ جميل طبعا. طبعا يا ريت. اعتقد في كلام معاه زي دونجا مثلا بس هل الفرق هتسيب اللعيبه دي ولا اللعيبه دي خلصانه؟ خلاص احمد ايمن منصور عقده خلص مع بيراميدز. تمام. ممكن اقول لك معلومه كمان انه موقع عقود مع نادي الزمالك بشكل مبدئي. اصل في ناس وقعت بالظبط ممكن ما تجيش. نخلي بالك المستشار عامل حاجه وحشه قوي هو سايب الراجل يقول انا عايز كذا وهو جهوله. عشان كده دايما يقول لك ايه
ان شاء الله جماهير الزمالك لما هتعرف الناس اللي جايه هتبقى فرحانه قوي. ومن ضمن مميزات الزمالك مع المجلس ده ان كل اسرارك مش طالعه بره. صح. غير الفترات السابقه. حضرتك قلت نقطه في منتهى الاهميه. عارف دايما كنا احنا كاعلاميين او ناس بتشتغل في الاعلام او في الصحافه تتهم ان انت هو اشمعنى اخبار نادي الزمالك؟ هو اشمعنى المشاكل اللي في نادي الزمالك بتقولها؟ هو انت ليه بتعمل كده؟ كنت دايما اطلع اقول يا جماعه ما اخبار نادي الزمالك هي المتاحه. اجي اروح اخد خبر من الاهلي بقعد الف حوالين نفسي عشان اعرف اطلع بخبر، بس انا جالي خبر ومتاح ما اقولوش ليه؟ فدايما كنت بعيب على فكره انه النادي الزمالك هو اللي كانت اخباره اللي بتبقى مشاع للناس. صح. خلاص انا غصب عني هقولها. بس دلوقتي انا بشيد بنادي الزمالك زي ما حضرتك بتشيد بيه انه صعب جدا تاخد معلومه من نادي الزمالك دلوقتي. دي حاجه تفرحنا منتهى الصعوبه. احنا كنا على الساحه كده قبل ما تكح تعرف ان ده كح. صح. وبقول لك كان يلام الاعلاميين وهو انا ماليش دعوه. عارف تخيل حضرتك انت اعلامي وحد جالك قال لك ايه والله في مشكله حصلت النهارده في تدريب نادي الزمالك ولاعيب اتخانق مع لعيب، هل انت هتخبيها؟ لا ما انا جات لك. انا شو دي دلوقتي؟ لا او صعب دلوقتي مستحيل. فدي من المميزات اللي موجوده دلوقتي. صح. او من ضمن يعني من عوامل الاستقرار في النادي البند ده ممتاز. طيب مين لعيبه تانية حابب تشوفها في نادي الزمالك الموسم اللي جاي بشكل عام؟ مش همسك لك مركز مركز يعني بقى. مثلا من طبعا زي ما انت قلت لو يعني انديتهم موافق والزمالك داخل في المفاوضات ويخلصهم، لان في لعيبه ممكن تطلب بس الانديه مش هتسيبها. بالظبط. يعني انا مثلا هشام صلاح البكر القريب بتاع الاتحاد. في خالد الغندور الاتحاد. عبد الله السعيد انا اتمنى يلعب في نادي الزمالك. كان دونجا كان بقى نص الملعب المدافعين. دونجا بيراميدز ولا دونجا الاسماعيلي؟ لا دونجا الاسماعيلي كان عندنا. دونجا بيراميدز. احمد منصور. عايز حد من فيوتشر؟ ها عايز حد من فيوتشر؟ احنا في عمر مثلا. عمر كمال. وعمر كمال. احمد مين؟ احمد عاطف مهاجم. اتمنى فاروق كويس طبعا. احنا بنقول اسماء ممكن مثلا المستشار يجيب حد اجنبي. لا احنا في النهايه ده نقاش. مش احنا مش اصحاب قرار. وبالمناسبه احنا لا اصحاب قرار في الزمالك ولا في الانديه اللي هياخدوها منهم. احنا بس احنا بنقول مين الفري مش الفري. طبعا. لا وحتى لو مش فري هي في مفاوضات حد هيسيب ولا لا. لان اصلا انا اسف في الكلمه القماشه بقت زي بعضيها. ايوه. فكل واحد احتمالات يفكر ان انا لما هسيب كريم فرقتي هتضعف. لا انا اخلي كريم او اجدد لكريم. فهي لان مفيش الفروق الفرديه دلوقتي ضعيفه جدا او متوسطه. فالزمالك عايز حاجه سوبر. حضرتك قلت لي اتنين مهاجمين عايزهم في نادي الزمالك مع سيف الجزيري. منهم مروان حمدي يرجع. اتمنى يرجع طبعا. هو غلط انه مشي. لان هو الارض ما كانش خد فرصته في نادي الزمالك. وكان بينزل انا اعتقد في اخر خمس دقائق اخر 10 دقائق لما خد الفرصه بان في سموح. صحيح. وبقى هداف وراح منتخب مصر. حسين فيصل لما دخل منتخب مصر دخل منين؟ المفروض يخش من الزمالك. طيب لو سالتك مين لعيبه في نادي الزمالك عشان نقولها بصيغه جيده وذكيه يعني تحب تشوفه ياخد فرصه في نادي اخر عشان هو نفسه يقدر ياخد فرصه يعني يتحرك من نادي الزمالك؟ بس هو يعني مبدئيا كده عشان اكلمك بلغه التدريب. كل لعيب ما قداش في النادي بتاعه لعب 10% او 15% لازم يروح حته تاني والنادي يجيب واحد بداله. لان مش كل اللي بيقعدوا طالما ما عدتش النسبه دي فانت مش هتلعب. يعني مثلا قلنا مثلا ايه فتوح وعبد الله وعبد الشافي ثلاثه في حته واحده. طب ما انا اطلع واحد يلعب ويرجع لي والاثنين يشيلوا بعض. تمام. دي حاجه من الزيادات يعني. لانك انت هتشيل واحد من هنا عندك نقص في الحته الثانيه فهتجيب. طيب حازم امام. حازم امام لولا اصاباته الكتير كان هيبقى احسن باك ويروح المنتخب في الثلاث سنين اللي فاتوا. الناس تصدقني ما تصدقش. حازم عايز يلعب كتير بس اصاباته هي اللي كتير. محمود علاء. شوف هو راجل اساسي في نادي الزمالك بس كان حصل فقدان ثقه بينه وبين الجماهير. اعتقد ان بدايته الماتش اللي فات هي هتعلي الروح المعنويه عنده لان بقاله فتره كبيره كان من ايام المنتخب ما لعبش وعندنا مدرب ما بيغيرش. فكونه يلعب الماتش اللي فات بعد ضمان للنتيجه دي بدايه كويسه. ارجو ان هو صالح الجماهير ويرجع علاء تاني زي ما كنا نعرفه. تتوقع لكن انا النهارده سمعت حضرتك او حد الفيحاء السعودي عنده فيحاء السعودي. تتوقع رحيله ولا بقائه؟ ما هو انت ما عندكش.
صحيح القيد هيفتح بس هات لي اللي على الساحه دلوقتي اللي يقدر يبقى مستواه زي علاء مثلا او يعدي خلاص علاء يمشي. لكن انت ما عندكش دلوقتي الملكه او احنا مش عارفين مين اللي جاي او اللي جه يقدر يغطي المكان علاء. لان كنت اصلا انت عايز عندك علاء وعبد الغني وعبد السلام مش عارف هيرجع ولا لا والونش ثلاثه. حسام ماشي كويس بس كمان عايز كمان يسكن نفسه اكتر من كده وعايزين واحد تاني. لو مش علاء يجي اتنين ادي واحد وفريق. مين تاني مدافعين في الدوري المصري معجب بيهم؟ في شبانه يا ريت يرجع لان اصلا ده كمان في قصه. ليه قصه؟ هل ده لا مش قصه ما هو جه وقيد موقوف راح مدير الاتحاد طبعا. هل هيرجع؟ لو رجع خلاص انا اضمن بقى ان الحته دي اتقفلت خلاص لان هو لعبه زي الونش. مين بقى يعوض طريق حامد؟ دونجا ومين تاني؟ انت قلت لي دونجا بيراميدز. دونجا في احمد سعيد في نص الملعب فيوتشر. عبد الغني اقنعك في المكان ده؟ ما اقنعني ازاي؟ انا مش حاسس بيه. فكونك انت مش حاسس انه عامل له مشكله ما تحسش بلعيب يبقى هو في اجاده عنده بس مش باينه لان هو مضطر الراجل يلعبه في الحته دي او حاسس ان عنده ميول دفاعيه وخاصه الشوط الثاني حتى لعبه مكان الونش رجعه ورا كان ممكن يخليه ويجيب واحد في سيرد باك بس البرتغاليين ما بيحبوش يلعبوا في فرقه كتير لكن هو مقنع حتى كان مقنع بكرايت لان هو حريف فالحريف ممكن يساعدك ان انت تلعبه في كذا مركز ما تحس بيه خالص. مين النهارده جبناه سيرته؟ يعني من الطبيعي ان انت بتبقى معايا اجيب سيرته دي فزوره يعني في الزمالك لسه ما جبناش سيرته خالص يعني. انت عندك حد يعني؟ عندي حد بس الاول افكر معاك. ما جبت سيرته. طب قول لي قدامه احمد سيد زيزو. لا ده انت هتجيب سيرته بايه؟ ده بالخير. ما طبعا بالخير. طبعا. انا سايبه في الاخر عشان عايزك تتكلم عنه كتير بصراحه. انا على المستوى الشخصي انا بحبه. ويعني غالبا انا دايما بتكلم يعني في التليفونات يعني. هو الراجل بيدينا درس في الاحتراف لان احنا ما شفناهوش محمد صلاح. يعني محمد صلاح بره ما نقلناش لمصر كافيه الاحتراف المواعيد والانتظام والحاجات. زيزو قال لك وقال لك في الملعب. يعني عمره ما عمله مشكله ولا فكر يعمل مشكله. زعلان يعني بيطلع مش بيطلع مش زعلان. يمكن حتى اتهموه مره كده بعد ما جاب جون اتغير ده وضع طبيعي. لا واتقلب كده مش عارف عنده مشكله مع شيكابالا واتخانق مع شيكابالا وبعد كده هزروا مع بعض المباراه اللي بعدها وقال له ان مفيش حاجه. مفيش حد هيسيبك ان الزمالك قرب ياخد الدوري. انا بقول لك عشان اسف انا ممكن الناس تشم او بتاع. الزمالك بالذات لما بيجي يروح للقمه هتلاقي مشاكل كتير جدا. لو ما بيروحش النهارده اتكتب ان المستشار عنده مش عارف حبس ايه. اي حاجه بقى تلخبط الدنيا ممكن اختلف معاك. اعتقد ده مستوى ثابت ما بيحصلش غير في. لا هو تقريبا مفيش لاعب في الكره المصريه عنده مستوى ثابت خلاص يعني نادرا يعني مش نادرا. هو الولد ما يملك من كل طاقه ربنا اداها له ما بيبخلهاش على نادي الزمالك. في كوره هو بقى هو هداف الدوري الكوره اللي اداها لسيف الجزيري وهو قدام الجون وهو عارف انه هداف وعارف ان رجله حلوه على الجول ولو عايز والجون ده يخدمه كمان لو جابه بالظبط كده. لو عايز يسجلها هيسجلها ما كانش لسه جاب عمل ضربه جزاء فما كانش لسه جاب الهاتريك فراح اداها لسيف الجزيري. هو عنده شخصيه ومتعاون جدا هو بجانب ان هو افضل هداف في نادي الزمالك فهو اكتر لاعب عامل اسيستات في نادي الزمالك يعني هو كمان بيعاون زمايله يعني فعامل مستوى مضيع يا كابتن. على فكره كمان بيعمل حاجه اذا شاط وطلعت بره مثلا وكان حاسس انه كان ممكن يلعب لك الباص ده يعتذر لك ودي بتبقى قليله في اللعيبه. لو انا بقى ده انا الهداف يعني انا اللي بعمل كل حاجه فانا مش محتاج اعتذر. الحاجه الثانيه اللي بعد زيزو والله بجد انا الواحد فخور ان عندنا ايمن عندنا امام عاشور صح لان تحول عقليه من طفل العقليه اللي من طفل شرس وعايز يتخانق وبتاع لواحد هادي لان زي ما قلت لحضرتك في الاول اتحملوا مسؤوليه النادي. لا اتحول للعيب كبير قوي يعني امام عاشور من افضل اللعيبه دلوقتي بتلعب في مركز 8 في مصر يعني بشكل وعنده عام. ملكه التصويب دي طبعا. مش يعني مش عند ناس كتير و يعني الحمد لله بقى يسمع كلام الناس او كلام المدربين اللي قالوا له اهدى ما تتخانقش ركز فلما عمل كده بقى من افضل اللعيبه الموجوده في مصر. صح هو ده اللي كانت ناقصه. وبعدين جوكر يلعب باك رايت يلعب نص ملعب يلعب وينج او جناح يعني طبعا. فالحاجات دي مريحه المدرب لان عنده مجموعه مرنه
يعني لما جه حتى الراجل اللي لعب شيكابالا راس حربه في ماتش الناس استغربت. فجاه راح هو لوحده جه ناحيه الشمال ناحيه اليمين يعني بيلعب بيها وراح جاب جون. حتى شيكابالا بيجيب الجون بسلاسه يعني ما فيهاش عصبيه لا. طب تحس انه اللعيبه كلها دلوقتي نادي الزمالك بتلعب وهي بتستمتع. انا معاك الفترات اللي فاتت كانت بتلعب وهي مضغوطه. ايوه ولو حطيتها في المقابل انها هتلاقي لعيبه النادي الاهلي عندهم مهارات وامكانيات بس مضغوطين فمش عارفين يطلعوا. لكن نادي الزمالك دلوقتي لعيبته بتلعب وهي مرتاحه باينه قوي في اللعبه كده وبتنافس على دوري. اه يعني صح. المعادله صعبه شويه لكن الشخصيه اللي اتبنت من قبل الناس اللي قلت حضرتك عليها الفرقه دي مؤثره جدا بالاجابه على التيم. كابتن محمد دايما بتشرف ودايما بتنور ودايما بستمتع جدا بتواجد حضرتك. انا بشكرك شكرا جزيلا وعارف ان احنا سهرناك كالعاده. ربنا يخليك راجل بتاع صحيان بدري انا عارف. شكرا جزيلا شكراً. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل. هيشرفني وينورني الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي. خليكم معنا. يا رب حضراتكم مره اخرى شرفني ونورني في هذه الفقره كابتننا الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيم. يا كابتن جهاد مشرف ومنور كالعاده. مساء الخير كريم عليك وعلى كل مشاهدينا. اخبارك ايه كله كويس؟ الحمد لله. النهارده مباراه الاهلي والمصري كان فيها حالات وكان فيها تدخل من الفار في اكتر من كوره. ايه اكثر الحالات جدليه النهارده؟ والله احنا هنتكلم على ركله جزاء النادي الاهلي. هنتكلم على هدف ملغي للمصري. هنتكلم على لعبه فيها شك في ركله جزاء للمصري. ومتى العاب يعني هنتكلم على ثلاث العاب مهمه في المباراه. طيب يلا نبدا بايه؟ نبدا بالركله جزاء الاهلي. ركله جزاء الاهلي جاهزه معانا؟ لو جاهزه معانا نعرضها على طول. ماشي اوكي يلا. ركله الجزاء ايه اللي حصل فيها؟ بص هو في اهمال أنتقل. حصل طبعا لا الحكم في الملعب ما شافش الحكم في الملعب ما شافش اللي حصل ده الاحتكاك اللي حصل ده ما شافش من مكانه ما شافش. وعلى فكره هي لعبه صعبه جدا يعني لازم يعني برضو نقدم العذر للحكم في اللعبه دي ما يشوفش ده التفاصيل اللي حصلت دي ما يشوفش. بس انا حكم الفار اللي رجل الشمال في الاحتكاك اللي حصل ده اسمه اهمال. يعني هو الراجل بتاع المصري مش قاصد يعني في القصد مش موجود. فالقصد احيانا الاهمال بيبقى من دون قصد وبالتالي الاحتكاك اللي حصل ده بالرجل الشمال في الرجل اليمين. ينفع اختلف معاك انا اسف؟ لا طبعا اختلف. انا مش فاضي تحكيم بس فضل. بس انا ما حسيتهاش بقى اهمال انا حسيتها تعمد. هو حب يعملها كريم العراقي بذكاء وراح مد رجله دي شويه يا كابتن. انا بتكلم على درجه الخطا. مش تهور يعني يعني اهمال مش ما ياخدش انذار بس اهمال مقصود بغض النظر مقصود مش مقصود. دي مش مشكلتي يعني انا في القصه. انا اقصد ان حركه الرجل كان واضح انه يعني انا مش شفتها في العاده زيك كان في المباشر قلت لا شكلها مش ضربه جزاء. انا بتكلم على درجه الخطا نفسه. تمام. الخطا تم باهمال وبالتالي ركله جزاء بدون انذار يعني ده الهدف بتاعي. لكن موضوع ان انا متعمد مش متعمد دي مش لكن في الاخر يعاقب عليها. ما بحبش افتي قوي في الحاجات التحكيميه بس لا حاجه لا بس ممتاز لا انت خلاص انت بسم الله ما شاء الله عليك. يا رب يخليك. فركله جزاء صحيحه طبعا الفار استدعاها ما شافهاش في الملعب الفار استدعاها وراح شافها وما خدش وقت يعني حتى الفار جاب له اللقطه سهله. صحيح. ما خدش وقت واحتسب ركله جزاء صحيحه بدون انذار. صحيح. وقرار سليم. قرار سليم من الفار ان هو خد القرار والتنفيذ شفناه برضو تنفيذ سليم ما فيش مشكله في التنفيذ وبالتالي القرار مجمله سليم. في حاجه بقى بالمناسبه يعني قبل ما نخش في الكره الثانيه بعد ضربه الجزاء دي ما فيهاش حاجه صح؟ لا حتى لو بس احنا ما نبصش ليها ليه لان الراجل ما تصدش يعني. للكره ما بنبصش ليها قوي يعني خلاص. طيب. وهو خارج كابتن محمود بنا اعتراضات من الجهاز الفني واعتراضات من اللعيبه وفي انذارات طلعت. انا دايما بستغربها مش من الاهلي من كل الفرق انه الحكم وهو رايح للفار الناس بتعترض. انا دايما اقول ايه طب ما تستنى لما اعترض لما هياخد قراره يعني ممكن لو قرار ما عجبكش وطبعا الاعتراض مرفوض في كل الاحوال. تمام. بس انا ما بفهمش الاعتراضات اللي هي قبل ما اخد القرار. ما احنا الاعتراض بالكلام احنا ما اعرفش قال ايه قال ايه مثلا كابتن سيد ابو حفيظ واخد انذار وفي الطريق البنا رايح فما تعرفش هو قال ايه هو ممكن يقول حاجه تسال انذار فده الانذار. انا مش بتكلم لكن الاعتراض انا بفهم مش مبرر يعني بالظبط كده مفيش تبرير اللي انت بتعترض ليه الراجل رايح يشوف عشان يديك حقك. صحيح. فرايح يديك حقك مفيش انت ايه مدى الاعتراض ما هو رايح يصلح خطا هو وقع فيه. صح كده. ايه المشكله يعني بقول لك حتى الاعتراض هفهمه حتى لو مرفوض بس افهمه لو مثلا كان الكابتن محمود البنا رجع وما احتسبهاش ضربه جزاء فهفهم ساعتها الاعتراض لكن هو لسه ما خدش الاكشن بتاعه يعني لسه ما خدش فنستناه. ده بقول لك على كل الفرق مش بس الاهلي يعني هو ممكن الفرق بتبقى عامل ايه بتعمل حاول تعمل ضغط على الحكم وراح يتفرج. فانا بعترض عليك اهوت يعني انا ليه حق ما خدتوش فخلي بالك انت روح ترجع بقرار يعني انت لازم فبيعملوا ضغط بس ما اعتقدش ان ده ممكن اثر الحكم راح يشوف اللعبه بعينه. صح. وبالتالي بيرجع بقرار ان شاء الله. طيب. الفكره الصح الكره الثانيه كانت كره التسلل اللي احتسب على المصري لغا هدف وده تميز انا شفت تميزه من سمير جمال اللي هو الحكم المساعد الاول. ليه؟
اللعبة دي عشان المعيار فيها مين اللي لعب الكرة. يعني اللعبة الكرة اللعبة دي طبعا التصوير ما ساعدناش قوي في اللعبة بس احنا جبناها وجبنا تفاصيلها يعني. هنقف على اللي لعب الكرة مين اللي لعب الكرة. يعني لو لعب نرجعها تاني بقى نرجع بقى نشوفه مع بعض مين اللي لعب الكرة. طبعا هو سمير خد القرار صحيح لما شفناه بعد كده ووعدنا كذا مرة عشان نشوف اللعبة. نقف على مين اللبس اللي لعب الكرة. اللي لعب الكرة هو لاعب النادي المصري وبعد كده اصطدمت براس النادي الاهلي لاعب النادي الاهلي وبالتالي اللعب حصل من لاعب النادي المصري. الاصطدام ده عباره عن ارتداد في لاعب النادي الاهلي وبالتالي اللاعب اللي موجود في موقف التسلل اللي هو الشراب الاخضر اللي موجود في موقف التسلل ده ساعه اللمس موجود في موقف التسلل اقرب لخط مرمى النادي الاهلي من كل من الحارس المرمى واخد المدافع. حاله صعبه جدا وتميز عشان تشوف المنظر ده وتقدر ده وتفهم مركز. انا عايز حضرتك تشرحها تاني الجزء دوت عشان مش كتير هيعرفه. بص هو حضرتك قلت انه اللي اخذ الاكشن في تحويل الكوره لاعب المصري خبطت صحيح في اخر واحد لاعب الاهلي بس مش هو اللي وجهها اللي لعب الكوره ده لو الاهلي لو في الكوره دي لاعب الاهلي اللي لعب مش تسلل جول خلاص لكن اللي لعب في اللعبه دي هو لاعب النادي المصري ولمست اصطدمت في لاعب النادي الاهلي اصطدمت يعني القصه مش مفيش لعب بقى في ارتداد من لاعب النادي الاهلي يعاقب اللاعب اللي موجود في مركز التسلل ده لاكتساب ميزه ان هو اكتسب ميزه من زي يكون بالظبط الكره ردت ليه من القائم او العارضه وبالتالي قرار مميز جدا من الحكم المساعد وصعب. دي ضربه الجزاء حضرتك بتقول عليها؟ لا دي مش ضربه الجزاء. طب نجيب ضربه الجزاء خلاص يعني القرار كان في ضربه الجزاء صحيح. القرار كان في التسلل مميز من سمير جمال الحقيقه لانه صعب قرار صعب وقرار حاجه يعني لو حسبت الهدف هنتكلم فيه كتير لكن هو الراجل خد القرار الصح وقرار مميز. الحاجه كويسه باللي بنشيد بيه ضربه الجزاء اللي حضرتك هي شك في ركله الجزاء بتاع أوستينيموتو هو الراجل. بص نرجع بقى خطوه اللي حصل ايه. انا المعيار بالنسبه لي لعب الكوره أوستين لعب الكوره لكن علي لطفي لعب الكوره كمان ارجع كده بس هي اللمسه دي خلاص انا اي حاجه بعدها انساها يبقى لاعب النادي الاهلي طيب حارس في زاويه حارس النادي الاهلي هنشوف في زاويه ثانيه حارس النادي الاهلي اللي نجح في لعب الكوره وبالتالي مفيش خطا يعني هما الاثنين لمسوها صحيح لعبها موسن الموت الاول ولاعب النادي الاهلي لعب الكوره صحيح وبالتالي مفيش خطا عليه عشان نحتسب ركله الجزاء. هنشوفها مع بعض هنا الزاويه هتبان هنا جدا اللمسه دي واللمسه دي ده لعب الكوره بايده فخلاص في اللعب ده خلاص اي حاجه بعد كده اي احتكاك بعد كده بيحصل عادي لكن لو ما حصلش اللعبه دي بتاع الحارس ركله جزاء مليون المية لكن هو اللعب ودي خرج من قصه ان هو اخطا لو لعب الكوره يبقى المعيار بالنسبه لنا طول الوقت لعب الكوره. دول اصعب ثلاث حالات دي واضحه جدا يا كابتن دي خلاص لعب الكوره خلاص الموضوع انت وصل للكوره ونجح في لعب الكوره انتهت. دول اصعب ثلاث حالات في المباراه وثلاث حالات انت شايف فيها اجاده من طاقم التحكيم. لا النهارده بص حتى الخطا اللي كان عند البنا موضوع ركله الجزاء بتاع الاهلي مش مقصود صعب الفار تدخل وصح الخطا وهو صعب على الحكم وهو في ارض الملعب جدا انا التمس العذر ما تشوفهاش اللطشه دي ما تشوفهاش في الملعب صحيح دي حقيقه صحيح وبالتالي الفار لما تدخل خرجنا المباراه بدون خطا تحكيم وده إجادة المباراة يعني الطاقم كله على بعضه ونجح بالمباراة تحكيميا مفيش خطأ مؤثر في المباراة في أخطاء ممكن في فاول في إنذار في حاجات اللي هي الخفيفة ممكن تحصل في الملعب زي أي مع أي حكم بتحصل لكن في الآخر المباراة تحكيميا أديرت بصورة جيدة. هو أنت مش قلت لي بصراحة شديدة يعني الهدف اللي كان في مباراة الأهلي وفاركو مفيهوش تسلل وحضرتك رسمت لي خط وقلت لي إنه مفيهوش تسلل حصل. كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام امبارح قال لي ما فيهاش اي تسلل والكابتن محمود عاشور ادار مباراه جيده وما كانش فيه اي مشاكل ولما شفنا الحاله في من غرفه الفار تاكدنا ان هي ما كانش فيها اي خطا. هل حضرتك تتراجع عن رايك؟ لا لا ما رايي هو رايه وجهه نظره تحترم لكن في الاخر الهدف سليم مليون المية ما فيش فيه اي تراجع باي حال من الاحوال. النهارده على ما اعتقد رئيس لجنه الحكام الجديد النهارده شاف اللعبه واتكلم مع مسؤول الفار في الاتحاد المصري واكد ان الهدف سليم. لا لحظه انا بقول لحضرتك النهارده دي معلومه دي يعني معلومه من داخل من كواليس لا حضرتك بتقول لي اعتقد لكن لو انت بتحكي ده لا معلومه انا بقول لك يعني الهدف سليم الهدف بس وكلاتنبرج قال ان هو سليم فبالتالي الهدف سليم احنا بنتكلم احنا مش يعني القصه كلها مش مشكله انت تخطا المشكله عشان تبدا صح عشان تبني صح لازم تعرف تعترف بخطاك الاول عشان تبني في اللي جاي. احنا خلاص الخطا حصل دي وقتها الكوره وقتها الخطا حصل احنا بص مش هنجادل في خطا لكن بدايه النجاح وبدايه التطوير ان انت تعترف بالخطا عشان تبني عليه وبالتالي الهدف سليم احنا مش مالناش مصلحه يعني في الاخر بس كابتن عصام امبارح قال لي
انه احنا عندنا الحاله وعايزين نطلعها للجمهور كمان. وفي ناس قالوا انه الكاميرات او الصوره اللي بتبقى في غرفه الفار غير الصوره اللي احنا بنشوفها، احنا بنشوف صوره هنا اقل من الصوره اللي بيشوفوها في غرفه الفار، ممكن ده يفرق؟ اذا طلعت حاله في الدوري المصري لفرقه من الفرق مضطره تطلع كل الحالات طول الدوري. اه يعني انت رافض اصلا الفكره؟ لا، ما هو طلع يطلع من الاول الكل بقى. لا اتفق معاك، عشان انا اتكلمت مع كابتن عصام امبارح وقلت له انا بصراحه ما شفتش ده بيحصل في اي حته في العالم، بس عشان انت هتعمل حاله جدل انه كل فريق من حقه بعد كده هيقول لك لا طب وريني. يعني جلاتينبرج لما جاء قال هنعرض اللي بيحصل في غرفه الفار من الموسم الجديد، لو عرض ده من البدايه هيعرض للكل، وبالتالي هيبقى حاله على الكل. صحيح، ودي العداله، العداله تبقى على الكل. صحيح، لكن لو مش هتعرض ما تعرضش للكل، فاشمعنى دي هنعرضها والقبل كده في حالات؟ هل في سوابق عالميا؟ ما اعتقدش. ما اعتقدش ان ده حصل. يعني ما اعتقدش خالص. تتوقع نجاح جلاتينبرج؟ بص، انا بسالك سؤال بشكل مباشر وعام، تتوقع نجاحه ولا لا؟ بص، هي تجربه جديده. الحاجه اللي انا اللي مديالي صوره ايجابيه ان مش هنوصل، معلش انا اسف في التعبير، اسوء من ما وصلنا، اسوء من اللي احنا وصلنا له. وبالتالي اللي هيخش اللي هيدخل دلوقتي هينجح. لان مجرد تطوير بسيط الناس هتحس بيه. ده بقول لك وجهه نظري الشخصيه. واحنا كنا واصلين لحاله سيئه جدا. دي حقيقه السنه دي. انا قلت لك، انت قلت لي كام في المية كام من 10؟ قلت لك 5.5 من 10. واللي يقول غير كده معلش، مع احترامي، على فكره عندنا حكام مصريين على اعلى مستوى، ولا انكر ده، وعلى اعلى كفاءه، وعلى اعلى امانه. لكن احنا الفتره اللي جايه محتاجه تطوير ومحتاجه شغل، غير طبيعي. نجاح عدد، نجاح التجربه مش نجاح التجربه، الموضوع محتاج شغل، كبير عشان تطوير الناس تحس بيه، وتحس بيه بسرعه. محتاج انت تطور بسرعه، تنجح بسرعه، وفي نفس الوقت الثقه للانديه المصريه في الحكم المصري ترجع بسرعه. ده لو حصل اسبوع واثنين وثلاثه واربعه في بدايه موسم جديد او في اخر الموسم ده، لو حصل ده بسرعه هتلاقي العمليه الالتزام بتاع الحكام نفسهم في الملعب هيختلف. فده مش صعب، بس يعني مش مستحيل، بس صعب. عايز الشغل عليه كويس. هيلاقي تعاون؟ اعتقد ان هو يعني ايه، حضرتك سكت شويه. لا، ما انا ليه انا بتكلم في ايه؟ برضو حاجات كلها ملهاش مقاييس. يعني اللي معاه هينجح مش هينجح، هيختار مين، مين اللي هيشتغل، مين اللي ما يشتغلش، مين اللي يساعده، مين اللي يزق معاه. القصه مش سهله. تتوقع ان هو هيشتغل بنفس المجموعه اللي كانت شغاله مع كابتن عصام؟ لا، ما اعرفش. دي بقى تحته هو. لا انا بسالك انت. لا، انا توقع. هو حسب دماغه، هو تفكيره. يعني دماغه هو تفكيره. انا بتكلم على نفسي انا شخصيا، لما كان اشتغل في منظومه هي كل رجاله جداد بالنسبه لي. انا عن نفسي بتكلم عن جهاد، ان انا دلوقتي هدير منظومه تحكيم، فانا اشوف ناس جديده، هجيب رجالتي، هجيب الناس بتوعي، الناس اللي نجحوني. ان مع احترام للجميع اللي موجود، اللي كل موجود ناس افاضل، ما عنديش مشكله معاهم. بتكلم اللي يدخل في مكان جديد، عايز تدير، تجيب الرجاله تشتغل معاك، انت تختارهم. عشان ايه؟ بيبقى عوامل النجاح متوفره في ايدك، ده مهم جدا. امبارح وانا بتكلم مع كابتن عصام تحدث عن الناس اللي بتحلل التحكيم، حاليين التحكيميين، وانه هم، وكان معايا قبلها بيوم كابتن وجيه احمد، ان هو كان وقتها في وقت ما كان رئيس لجنه حكام، والاثنين اتفقوا انه الناس الخبراء التحكيميين اللي بيحللوا التحكيم لما بيخرجوا من اسره التحكيم بيحاولوا ان هم يعني ما يساعدوش، يعني خلينا نقول الالفاظ بشكل سليم، ان هم بيحاولوا يقولوا اخطاء وهي مش موجوده، ان هم بعض الناس منهم ما بيحللوش فير، يعني ان هم ممكن يقولوا وجهات نظر غير حقيقيه. ردك ايه على الكلام ده؟ لا، بص، كل واحد دلوقتي زي ما كنت انت حاجه في الملعب ومسك الصفاره واسمك وسمعتك، يعني انت عايز تنجح، اسمك ده دلوقتي، انت حكم كويس والناس بتتفرج عليك وشايفاك، وانت بتحلل نفس الكلام. ما اعتقدش ان حد ممكن يحارب او يقول قرار غلط عشان يكسب ميزه، ولا بالعكس، انت اسمك انت يتضر. الشفافيه بتاعتك والمصداقيه بتاعتك والناس تتكلم عليك بصوره مش كويسه في الشارع المصري، انت بتتكلم تحكيم دلوقتي الفقره كل الناس بتتفرج عليها. صحيح، وكل الناس بتردد فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، والناس على فكره دلوقتي كله بيفهم في التحكيم. وبالتالي انت لما بتعمل كده ممكن تضر نفسك. فما اعتقدش ان في حكم دلوقتي بيشتغل في التحليل ممكن يضر نفسه. ومن زاويه اخرى، انت المفروض شغلك واساس شغلك بجانب طبعا التحليل، انك تحلل حاله زي ما بنحلل احنا الكوره عادي، انك كمان تفيد الحكم بخبراتك، انك ده تساعده. ده مهم. على فكره لما اقول حكم اخطا في لعبه او اجت في لعبه، ما بقولش انه حكم سيء، بالعكس، ده يعتبر درس خصوصي عشان اللي جاي. ايوه، حلو. ده حقيقه. بديك انا درس خصوصي في اللي جاي، درس خصوصي مجاني في اللي جاي. يعني انت لو حتى ما قعدتش في اللجنه بتاعتك تحلل حالاتك، انا بحلل لك اهوت، وبديك درس خصوصي للي جاي. صح، مش انا بس، انا كل الناس اللي بتحلل. بالتاكيد.
كابتن جهاد دايما مشرف ودايما منور ودايما بستمتع بوجودك معنا. بشكرك شكرا جزيلا كابتننا الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي. بعد الفاصل نستقبل فاروق عصام على البورد نتكلم معاه في شويه امور عن كره القدم وتحديدا مباراه الاهلي والمصري اليوم. خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني ونورني في هذه الفقره الصديق العزيز فاروق عصام لتحليل مواجهه اليوم بين الاهلي والمصري، المواجهه اللي فاز بيها النادي الاهلي بهدفين دون رد. فاروق مشرف ومنور كالعاده، اخبارك ايه؟ ببقى مبسوط دايما ان انا معاك يا كريم وان شاء الله معانا النهارده بقى التحليل نلحق في الوقت اللي متبقى ان شاء الله. هنلحق ونقول احلى كلام باذن الله. ان شاء الله باذن الله. الاهلي ازاي النهارده لعب قدام النادي المصري والمصري ازاي واجه النادي الاهلي؟ شايف ايه هي كان ابرز النقاط اللي ممكن نتكلم عنها فنيا في هذه المواجهه؟ خلينا نبدا بالتشكيل بتاع النادي الاهلي. كان في اربع ملحوظات على تشكيل النادي الاهلي. يمكن النهارده اسلوب اللعب النادي الاهلي اختلف شويه لانه كان دايما اسلوب اللعب النادي الاهلي كان بيلعب 3-4-3. صحيح. النهارده لجأ ان هو يرجع الظاهرين وبيلعب 5-2-3، وده اسلوب لعب جديد على النادي الاهلي لان اسلوب اللعب ده يعني على البورد كده باين قوي ان هو اسلوب لعب دفاعي، وكانت خطه اللعب هي اللي هتكشف هل هو اسلوب لعب دفاعي ولا هجومي. وخطه لعب النهارده مستر سواريش اثبتت ان هو نازل يدافع ونازل عنده افكار في دماغه، افكار دفاعيه حابب يجرب، لانه كان مثبت دايما كريم فؤاد ومحمد اشرف ما كانش ليهم اي تقدم، كان بيلعب بالميديم بلوك، ما كانش بيضغط على لعيبه المصري لان هو كان عايز يقفل المساحات ويلعب كومباك. وانا حقيقه مش عارف الاسلوب ده لجأ ليه، لان الاهلي لو بصينا اخر 5 مباريات هو ما دخلش فيه اهداف، فهو الاهلي مش محتاج يلجأ للاسلوب الدفاعي. يمكن تجربه، يمكن افكار في دماغه، بس بالنسبه لي غير مبرر. لو التشكيل، لو اتكلمنا على العناصر، فكان في 4 ملحوظات كده سريعا نتكلم عليهم. بدايه من حارس المرمى علي لطفي. علي لطفي في معلومات اكيده ان الاهلي بيفوت حراس مرمى والاهلي ممكن يتعاقد مع حراس مرمى، فوجود علي لطفي لو جه حارس مرمى بالدوري المصري صعب يبقى هو حارس مرمى تالت. وجوده النهارده غير مبرر بالنسبه لي. انت عندك 2 حراس شباب، اعتقد ان انت رفضت ان انت تخرجهم اعاره عشان تعتمد عليهم، سواء مصطفى شوبير او حمزه علاء. فكان لازم ياخدوا من الماتش اللي فات على لطفي خد، كان لازم واحد فيهم ياخد. المركز اليمين لعب النهارده محمد هاني، سوري انا قلت الاول كريم فؤاد لان كريم فؤاد كان لازم يلعب. هو لعب النهارده بمحمد هاني. كريم فؤاد كان نجم من نجوم المباراه الاخيره، سجل هدف وقدم اداء جيد جدا، لكن هو حطه على مقاعد البدلاء. حاله حال مين؟ زياد طارق واحمد سيد غريب. الاثنين النهارده كانت في مفاجاه ان هم ما كانوش موجودين. صحيح. لان الاثنين كانوا متالقين المباراه اللي فاتت. احمد سيد غريب ما شاركش خالص كمان، يعني زياد خد وقت. هو سجل هدفين. هو برر الموضوع ده في المؤتمر الصحفي وقال انه لجأ ان هو اللعيبه مش هتبقى فيت 100%، فممكن في المباراه ما يقدموش نفس الاداء، فهم لعيبه دلوقتي شباب، فلو اتضغط عليهم شويه وما قدموش نفس الاداء هيبقى في ايه مشكله. والله ودي نقطه برده منطقيه. الحاجه الثانيه لويس ميكسوني. لويس ميكسوني خد تجارب كتير جدا مع النادي الاهلي، وما اعتقدش ان هو اثبت نفسه في التجارب اللي خدها كلها. وجوده دلوقتي برضو غير مبرر. صلاح محسن كراس حربه اثبت يعني ان هو لا يصلح لمركز راس الحرب، وانا بشوف ان هو ممكن لا يكون برضو لا يصلح لمركز الجناح ولا يصلح لمركز تحت راس الحربه، فهو يعني يشوف مركز جديد. لكن هو مركز راس الحربه بالنسبه له يشوف مركز جديد ولا يشوف نادي جديد؟ يعني الاثنين، يشوف مركز جديد ويشوف نادي جديد، والوضع يعني بالنسبه له صعب بصراحه لانه ضيع النهارده هجمه كانت. هو لاعب على فكره مهاريان جيد ولاعب، بس هو مش موفق، عنده مقاومات لكن التركيز التركيز مش موجود لان صحيح. النهارده الانفراد اللي جاله ده كان صعب جدا. صحيح. تعال نشوف بقى سواريش النهارده لعب ازاي بالحالات اللي موجوده معانا. يلا نبدا بالحالات. نبدا بالضغط بتاع مستر سواريش اللي كان مفاجاه بالنسبه لي لان هو كان مختلف تماما عن الضغط في المباريات اللي فاتت. هو النهارده كان بيلجأ للميديم بلوك. لو بصينا ادي الحاله تحضير النادي المصري، حتى لعيبه النادي المصري بص هتلاقيهم متفاجئين ان النادي الاهلي ما بيضغطش. الحارس مش عارف هو المفروض يعمل ايه. النادي الاهلي ما بيضغطش غريب على الاهلي. مع فايلر وموسيماني الاهلي كان دايما بيضغط من قدام وبيضغط بالفرقه. لو بصينا نلاقي لعيبه الاهلي بتلجأ ان هي بترجع كل تحضير النادي المصري بالشكل ده، اللاعب بيضغط هيرجع تاني، اي لاعب هيضغط هتلاقيه ان هو بيرجع تاني. فدي كانت بالنسبه لي مفاجاه لان ان تغير دايما النمط اللعب او اسلوب اللعب دي مش حاجه محبذه. احنا بنشوف يورجن كلوب مع ليفربول او جوارديولا ليهم شخصيه، فانت ان انت تغير دايما اسلوب لعبك. يعني لو بص دي كانت في الدقيقه 22 اليو ديانج نفسه يضغط الراجل ونفسه يروح، بس دايما في تعليمات ان انت ما تروحش، هيرجع تاني، هتروح الكره تاني، اليو ديانج هيبقى حابب يضغط. الطريقه اللي اتعود عليها مع فايلر وتعود عليها مع موسيماني، هتلاقي ان لعيبه الاهلي بترجع لورا بظهرها بشكل غريب جدا جدا جدا. بالنسبه لي انت نادي كبير لازم تاخد الكره في رجلك، ما ينفعش ان انت تسيب الكره للخصم بالشكل ده. حتى النادي المصري اتفاجئ ان هو مش عارف لان هو مش محضر للشكل ده، هو محضر الاهلي ينزل ضغط وهيبقى هو اللي معاه الكوره وهو يلعب على المرتدات. فهو حاليا كابتن حسام حسن
مش ما كانش مجهز للسيناريو ده. فاللعيبه بص مش هتلاقي فيه اي نمط لتحضير المصري او بناء اللعب. هتلاقي حتى الكوره راحت وهتتقطع مع اول ضغطه من النادي الاهلي. فانت كان مفروض ده بالنسبه لي لغز كبير لسواريش، واعتقد ان هو لازم يعرف شخصيه النادي الاهلي ان اسلوب اللعب ده ما يناسبش النادي الاهلي، ان انت تعمل ميديوم بلوك ما يناسبش النادي الاهلي. طيب تعال نشوف بقى بنى اللعب النهارده الاهلي كان عامل ازاي. الحالات الثانيه بتاع بنى اللعب انا بالنسبه لي انت تحكم على مدرب. ممكن بقى نقف عند بنى اللعب نرجع ثاني عند علي لطفي ونقف. بالنسبه لي انت تحكم على مدرب تحكم عليه بثلاث حاجات. نقف عند علي لطفي تحكم عليه بثلاث حاجات. اول حاجه شخصيه المدرب وهويته، انه لازم يبقى ليه شخصيه معينه ايا كانت الظروف ايا كانت الشكل. مورينيو انا لو الدنيا اتقلبت انا هلعب ميديوم بلوك ولو بلوك، مش هضغط هاي بريس ولا هعمل الدفاع بتاعي هاي لاين. فانا بلعب بشخصيه معينه. يورجن كلوب شفنا ماتش ستراسبورج مع ليفربول بيلعب بالصف الثالث وبيلعب بنفس الشكل هاي لاين وبضغط. ليه؟ لان دي هويه الفرقه. كل اللعيبه اللي داخله على الفرقه لازم تلعب بالهويه دي. ما ينفعش ان انا اغير ايا كان هو خسر ويعني دخل فيه ثلاث اهداف في اول 20 دقيقه بس ما غيرش. ليه؟ لان اللاعب ده مستقبلا هيدخل في المنظومه، هيدخل في التشكيله الاساسيه، فلازم يبقى متعود على نفس التكتيك اللي انا بلعبه. صحيح. فاحنا اتكلمنا عن الضغط وهو تغييره، لو شفنا ماتش فيوتشر مختلف تماما، مختلف تماما، فما فيش اي هويه. نيجي بقى لتحضير اللعب، ده علي لطفي دي جديده بالنسبه لي على النادي الاهلي، ما كانتش موجوده لا مع فايلر ولا مع موسيماني. هنشوف ان هنا لعيبه النادي الاهلي الثلاثي الدفاعي بتقدم تماما، وفي تعليمات لعلي لطفي انه يلعب الكره العاليه اللي هي راحت لعيبه المصري، وكل الكره العاليه في الشوط الاول راحت لعيبه المصري. والسكند بول في النادي الاهلي كانت ضعيفه جدا لان اللعيبه بعيد عن بعض ومفيش تقارب. هنا برضو علي لطفي قدامه، هنقف هنا نقف عند علي لطفي قدامه كام حل ان هو يمرر. قدامه رامي ربيعه، قدامه اليو ديانج، والناحيه الثانيه لو لف هيلعب الناحيه الثانيه. صح. لكن هو لجأ للعب لللونج باس، ودي طبعا تعليمات من المدرب، لان انا لو مدرب موجود وبشوف اللاعب بتاعي ما بيتبعش التعليمات وبيلعب من دماغه الكره العاليه، طبعا صحيح. على الخط ان انا هزعق له واقول له لازم تلعب الكره، وشفناها حتى مع اكتر من مدرب حاليا. ممتاز. نفس الكره هنا علي لطفي قدامه حلول كتير جدا وبيلجأ لنفس الفكره اللونج باس، وبرده بتروح للنادي المصري بسهوله. طب هل علي لطفي بس اللي عنده المشكله دي ولا دفاع النادي الاهلي؟ لا، برده دفاع النادي الاهلي. معانا حالات ثانيه لمدافعين النادي الاهلي قدامهم حلول. نقف هنا، رامي ربيعه قدامه اكتر من حل لبناء الهجمه. هيعمل ايه رامي ربيعه؟ نلعب طولي بقى. بيلعب الكره الطوليه راحت لمين؟ راحت للعيبه المصري، وهكذا كل كرات النادي الاهلي في الشوط الاول كده. معانا حاله ثانيه برده رامي ربيعه. نرجع هنا، ده محمود متولي قدامه. نرجع ثاني عند محمود متولي في تنفيذ ايوه نقف هنا. النادي الاهلي بيبدا كوره من منطقته، شايف المسافه ما بين محمود متولي وعبد المنعم، والمسافه ما بين محمود متولي ورامي ربيعه وخط الوسط. لعبه خط الوسط فين؟ خد بالك اصلا ده في تسعه جوه نص الملعب بتاع الاهلي، تسعه اهلي جوه نص ملعبه. هو ضغط عالي لان هو لجأ الضغط العالي كابتن حسام، لانه لا النادي الاهلي ما بيضغطش، فانا لازم انا اضغط عالي. صحيح. الاهلي بيعمل ايه في كوره زي دي؟ بيلعب اللونج باس. صح. بالنسبه لي ده شغل المدرب. نفس الفكره، نفس الفكره. الحاله عندنا بنفس الفكره. فده لو اتكلمنا عليه نشوف حاله رامي ربيعه برده هنلاقي ان في عجز تام في تحضير اللعب. طب انا كمدرب انا بدرب اللعيب عليا، هنا نقف رامي ربيعه قدام ان هو يرجع ويبدا من ورا، لكن هو لجأ ان هو يلعب لونج باس غريب جدا، كانت ممكن تترد لو كانت دخلت جوه الملعب فرق. فدي الحالات اللي كانت معانا في بناء اللعب. صح. المدرب لازم افكاره تبان، لازم هويته تبان. ما ينفعش ان انا في مباراه ارجع لعيبتي تستلم من حارس المرمى وتبدا لعب من ورا، واجي في المباراه اللي بعديها اسيب اللعيبه تطلع لقدام بلعب اللونج باس. صحيح. اعتقد دي اتلغت الفرق الكبيره، اتلغت موضوع ان انا العب اللونج باس، لان هم عدلوا القانون دلوقتي ودخلوا لك اللاعب جوه المنطقه عشان تبدا تحضر بشكل كويس. صحيح. فبالنسبه لي ده كان تغيير غريب جدا. مزبوط. انا مدرب لازم يبقى عندي هويه، لازم اعرف النادي بتاعي نادي بالتأكيد. كبير لازم النادي الكبير ده الكوره تبقى في رجله، يحضر لعب من الخلف، يبقى عنده اسلوب لعب، ما يقعدش 60 دقيقه مد الخصم الكوره، ما تتحليش اي فرصه غير فرصه واحده بس في الشوط الاول لمده 60 دقيقه. ده طبعا يعني اعتقد ان اي حد في لجنه التخطيط اتفرج على المباراه دي لازم يقعد مع مستر سواريش ويعرفه جماهير النادي الاهلي عايزه ايه، جماهير النادي الاهلي بترضى بايه، عشان اللي حصل النهارده ده ما يتكررش تاني. فاروق دايما بتشرف ودايما بتنور ودايما بستمتع جدا بيك، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا كريم. فاروق عصام كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، اشوفكم يا رب على الف.